مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم بصحبة الزميل نشأة الديهي. مساء الخير يا نشأة. أهلا يا عم. مساء الخير. منذ أسابيع دخل العالم بأكمله السنة الثالثة من جائحة كورونا التي وجهت خلال السنتين الماضيتين ضربات موجعة للاقتصاد العالمي، ويتساوى في ذلك الاقتصادات المتقدمة، الاقتصادات النامية، الاقتصادات الناشئة، كل يتساوى في هذه الضربات التي تلقتها الدول جميعا. منذ منتصف العام الماضي 2021 بدأ القلق يساور الحكومات والمؤسسات الصناعية والاستثمارية من موجات أو موجة تضخم كبيرة جدا ستضرب الدول وستضرب الاقتصاد بشكل عام. ربما في الأشهر القليلة الماضية لاحظنا أن نسب التضخم التي سجلت في اقتصادات كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ألمانيا سجلت هذه النسب لتبرهن على أن توقعات أو تقارير الاقتصاديين تجاه موجة من التضخم كبيرة كانت توقعات صحيحة. طبعا الأسباب عديدة ومتنوعة، وربما يعني كما انطلقنا في المقدمة من مسألة تداعيات جائحة كورونا، لكن بالتأكيد هناك أسباب عديدة جعلت طبعا المواطن العادي في جميع أنحاء العالم يلمس بوضوح تداعيات هذه المسألة، من ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار السلع في شتى يعني المجالات، من غذاء، من أدوية، من سكن، عقارات، كل مناحي الحياة. طيب ماذا ينتظر العالم وماذا ينتظر مصر من هذه الموجة التضخمية؟ يعني كما تحدث عمرو أنه العالم بيواجه هذه الأزمة أو الموجة التضخمية الحادة التي ربما ضربت الكثير من الاقتصادات العالمية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي سجل فيها التضخم 7.5% وفق آخر تقديرات، ومنطقة اليورو أيضا سجلت ارتفاعات تضخمية هائلة. لكن الهدف الأساسي هنا هو معرفة وتفكيك أسباب هذه الموجة التضخمية التي أثرت على الاقتصادات العالمية ومن ثم على الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري بالتأكيد جزء من الاقتصاد العالمي، لأنه سلة الغذاء المصرية في معظمها آتية من الخارج مستوردة، فبالتالي هناك تأثير مباشر وضخم، وربما بيخضع لنظرية المضاعف أيضا نظرا لسلوكيات السوق المصري، فبالتالي هناك حالة من حالات ارتفاع الأسعار بيشعر بها المواطن. هنا نحن لسنا في مجال تبرير ارتفاع الأسعار، ولسنا في مجال البحث عن تكئة لارتفاعات الأسعار، ولسنا في معرض إقناع المواطن أنه ليس في الإمكان أبدع من مكان على الإطلاق، وإنما هنا من خلال ضيوفنا لقراءة علمية، قراءة منهجية لدراسة ما يجري الآن، تداعياته في المستقبل، هل تطول المدة، هل تقصر المدة، هل الحكومات، كل الحكومات قادرة على امتصاص هذه الموجات التضخمية بحزمة من الإجراءات المقبولة؟ هل يمكن لنا هنا في مصر أن نجعل أو نؤجل الكثير من الآثار السلبية من خلال حزمة من التدابير الوقائية السريعة؟ كل هذا سيكون موضوع هذه الحلقة، لكن في النهاية نحن لا نقعر ولا نحدب فيما يجري، وإنما نبحث عن الصورة الحقيقية الموجودة لكي يفهم الناس. فقضيتنا الأساسية هي قضية الوعي والفهم غير المغلوط بعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية، فالموضوع فني في المقام الأول. طيب خلونا نرحب بكوكبة من ضيوفنا المحترمين اللي بيشرفنا في الاستوديو، دكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري فكر والدراسات، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أهلا بحضرتك. دكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق الطاقة، أهلا بحضرتك. دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهلا بحضرتك دكتور.
وطبعا دكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. اهلا بحضرتك دكتور فخري. وسيشاركنا الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر الاستراتيجي والسياسي من ابو ظبي عبر سكايب. مساء الخير يا دكتور عبد المنعم. مساء النور. اهلا مساء الخير جميعا. طيب خليني نبدا دكتور خالد عكاشه. الموضوع بشكل عام بيمثل اهتمام جماهيري في المقام الاول وشعبي في المقام الاول، ربما المواطن او الجمهور امام محلات البقاله والسوبر ماركت مش فاهم قوي، مش مهتم قوي بفكره التضخم العالمي والكساد العالمي، الركود التضخمي، اسعار الطاقه، اسعار الشحن. هذه المنظومه في الاخر هو بيدفع قد ايه علشان يوفي احتياجاته. الاعلام ودورنا في الاعلام احنا بنفكك هذه المساله بشكل او باخر. تصورك لسير النقاش، عايزين نصل الى ايه في اطار مناقشات هادئه وموضوعيه ودون ضجيج. تحياتي لحضراتكم وللكوكبه المحترمه الحقيقه اللي مشاركانا مجموعه من الخبراء المتميزين، واعتقد ان هيبقى العبء الثقيل عليهم في هذا النقاش باعتبارهم خبراء كلهم في مجاله. انا قد اكون هساهم ببعض من الاسئله ومجموعه من الاطر الحقيقه، لكن احييكم ان انتم بداتوا وعمرو تحديدا وهو بيذكر ان جائحه كورونا اعتقد انها مسبب رئيسي لهذا الاهتزاز إذا جاز التعبير لمعظم المؤشرات الاقتصادية، لأنها ما قرأنا عنه من متخصصين أيضا تكلموا على مستوى العالم كله قالوا أن جائحة كورونا سببت اختلالات كبيرة جدا في كتير من مناحي الاقتصاد. أولها الحقيقة كان تعثر الإنتاج، وكان الاختلال الكبير اللي العالم كله سمع مصطلح سلاسل الإمداد، إن كان الإنتاج في تعثر نظرا لانقطاع الاتصالات فترة طويلة، الأمر خد ما يقارب العام أو يزيد إلى حد ما، البعض منه بالمناسبة لم يحل حتى الآن. صحيح. لو اتكلمنا على أزمة الرقائق الإلكترونية، لو اتكلمنا عن تشارك كبير جدا ما بين دول العالم المختلفة في صناعة منتج بعينه، هذا الأمر ما كانش في وضعه الصحيح. بمجرد ما حصل قدر من التعافي، إذا جاز برضو استخدام كلمة التعافي، لكن كنا في النصف الثاني على سبيل المثال من العام 2021 كنا على مشارف قدر من التعافي عما كانت عليه الأمر في صحيح. في بداية الموجة والاضطراب وعمليات الإغلاق وغيره. عايزين نحط نقطة نقول إن هنا كان كتير من الدول وبالمناسبة مصر كانت منهم انحازت إلى عملية الانفتاح المصحوب ببعض من الإجراءات الاحترازية، وكان سببها الرئيسي هو الحفاظ على مستوى اقتصادي لا يضر المواطن العادي أو المناخ، معدل التشغيل، لأنه معدل التشغيل والمرتبات والإنفاق وغيره، مش حمل إغلاق. بالضبط. الأمر ده مصر ربما بدأته مبكرا، لكن ابتدينا نسمع عن دول أوروبية بتتبنى وجهة النظر دي، كله وقف الصف وبل. صحيح. صحيح. بدأت فيها. ده يعكس إن كان هناك هواجس حقيقية حوالين إن الأمر لن يسير بمعدلاته، وإن الجميع داخل في أزمات حتى ولو أزمات جزئية أو متوسطة، لكن مع جمع هذه الأزمات الجزئية تعمل أزمة كبيرة حقيقية. الأزمة الكبيرة الحقيقة لاحظنا أول مؤشراتها في أن السلع الأساسية بدأ سعرها يرتفع عالميا، السلع الاستراتيجية بنتكلم على المواد اللي زي القمح، السكر، الزيوت بأنواعها، الأمور اللي هي تمس حياة المواطن بقى زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ نشأ. هختم بآخر حاجة أو آخر جزئية الحقيقة بقول أن احنا مع أول بداية الحديث حوالين بعض من الإجراءات اللي ممكن تضبط هذا الإيقاع، داهمتنا الأزمة الكبيرة اللي ما بين روسيا وما بين المجتمع الغربي أو المعسكر الغربي، وهنا بقينا على مشارف أزمة طاقة تلوح في الأفق، سبقها ارتفاع في الأسعار بالنسبة للنفط على سبيل الخصوص
او على وجه الخصوص والغاز يعني قليلا، لكن النفط الحقيقه انه يوصل الى مشارف ال $100 البرميل، دي ارقام اعتقد انها غير مسبوقه منذ العام 2014. كل ده بيطرح تساؤلات حوالين المشهد الدولي الاقتصادي او الاستثماري، تداعياته شكلها عامله ازاي، المخاطر السياسيه، لو كنا تجاوزنا المخاطر الصحيه واحنا لم نتجاوزها بصوره كامله هتذهب الى بينا لفين، موضوع سلاسل الامداد هل تم حله بشكل نهائي ولا لازال في قدر من التباطؤ او التعثر. دي محاور اعتقد ان مهم جدا ان احنا يعني نفككها بهدوء حتى نصل الى مستخلصات خلال النقاش ان شاء الله. صحيح. جميل جدا. طيب يمكن عايز اخذ من كلامك الدكتور خالد واروح لابو ظبي للدكتور عبد المنعم سعيد، ومرة تانية بحييك يا دكتور عبد المنعم، وأبدأ من مسألة مهمة جدا. يمكن النهاردة وأنا بحضر للموضوع يعني قريت كتير من التقارير اللي كاتبينها خبراء بيقولوا أنه ارتفاع نسبة التضخم لن تكون مسألة مؤقتة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار يعني أسباب هذه الموجة من التضخم وإحنا أشرنا إليها في البداية، تداعيات جائحة كورونا، والآن ما يعيشه العالم من توتر ومن قلق ومن ربما تصعيد بين روسيا من جهة والمعسكر الغربي من جهة، كيف ستبدو الصورة؟ كيف أنت ترى الصورة يا دكتور عبد المنعم؟ يعني مش هحكم مع وجود اقتصاديين في الحلقة عن إذا كان التضخم سوف يكون دائما أم مؤقتا، لكن أنا أريد أن أركز على ما يخص الحالة المصرية فيما أراها يعني من زاوية ذات طبيعة شوية سياسية، بمعنى أنه التجربة المصرية تجربة أن احنا نعمل معدلات نمو مرتفعة خلال عدد محدود من السنوات، ده بيشرنا إلى نموذج في التنمية جرى من قبل في عديد من دول آسيا على وجه الخصوص، وأي مراجعة لهذه التجارب بالتفاصيل بنجد أنها بتمر ببعض موجات التضخم، النتيجة ببساطة شديدة أن هناك إنفاق هائل خلال فترة زمنية بسيطة، من الطبيعي يعني دي قاعدة بسيطة الخاصة بأن الطلب النقدي زائد جدا على المعروض من السلع. هذه زاوية مهمة يجب أن احنا نضعها في الحسبان. الجانب الثاني أنه في شيء مذهل شوية حاصل في هذه الأزمة، في أزمات سابقة بنلاقي في اجتماع للدول العشرين أو أنه صندوق النقد، ما هو مين الحاكم للتطورات الاقتصادية العالمية؟ في عدد من المنظمات التي جرت على أسس اقتصادية مثل مجموعة الدول العشرين، مجموعة الدول السبعة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، لغاية دلوقتي اللي احنا بناخده من هذه المؤسسات هو أنه هم بيروا مؤثرات التضخم، بيقولوا لنا انه في اسعار الطاقه زادت واسعار السلع الزراعيه زادت وانه في ارتفاع في المعادن وفي اقبال على الارصده يعني الامنه الى اخره من يعني اللي هي اعراض ما هو جاري الان. لا يوجد حتى الان اي توافق دولي للتعامل مع هذا الموضوع. الامر الثالث والاخير بالنسبه لي هو إن أنا رأيي أنه وده ممكن يكون ما بين تشخيص الواقع وأيضا البحث عن حل. تشخيص الواقع هو أنه تحرير الاقتصاد المصري لم يكتمل، وفي رأيي أنه مثلا عندنا بالنهاية دلوقتي قضية الخبز على سبيل المثال، لا يوجد في العالم كله نظام للخبز مثل الذي يوجد في مصر. يعني في امور مثلا موضوع المساكن، في بعض حلقات في الاقتصاد المصري لا تزال بعيده عن المنافسه، واحيانا ان التضخم بيضر اصحاب الدخول الثابته، اول فكر اللي يجي عندنا هو انه يزود الاجور. وما اعرفش يعني في هنا لا يفتى ملك في المدينه، في اكثر من مالك في هذه الحلقه، انه يعني هل الحل هو ان نصرف 40 مليار جنيه على زياده اجور في وقت التضخم؟ انا يعني ده يؤدي الى مزيد من التضخم. صحيح. لانه خاصه ان الانفاق يجري على الجهاز الحكومي
الذي هو ليس بالضرورة الأعلى إنتاجية في الدولة. فأعتقد أن هناك أمور يعني طبعاً الأصل في الموضوع هو ما ذكر حتى الآن وهو الكورونا، أزمة أوكرانيا. طبعاً لما بيبقى القوى العظمى في حالة يعني ما احتمالات تصادم ده بيعمل ارتباك في أي وقت يعني. لكن أنا أيضاً أرى أن ممكن في هذه الحلقة أن نبحث عن الأمور التي يعني تخصنا مباشرة أيضاً. طيب شكرا دكتور عبد المنعم. خلينا نروح للدكتور فخر الفيق ونبدا في النقاش بشكل هو اخر كلمه قالها الدكتور عبد المنعم سعيد. خلينا نناقش ما يخصنا بشكل مباشر علشان ما ناخدش ملف على واسع. يعني احنا بنتكلم على ازمه عالميه اثرت على كل الاقتصادات الكبيره والصغيره، وحوالي 87 دوله من الدول الناشئه من 109 دوله بيعانوا من التضخم. ربما الموجه جايه من الغرب لم تصل الى الدول الاسيويه بعد، لكن وصلت الينا بشكل او باخر. كيف يقرا الدكتور فخر الفقي ما يجري على الساحه في هذا الاطار؟ هو طبعا موضوع يعني له عده جوانب ومعقد للغايه، لكن هنحاول نبسطه للمشاهد الكريم بانه العالم مع حاله وباء فيروس كورونا في ديسمبر 19، ثم أعلن أنه وباء في مارس 2020، بدأ حالة الإغلاق الكبير. لكن بعد كده هدأت الأمور في النص الثاني من سنة 20، وبالتالي بدأ عملية الانفتاح وعودة وتعافي النشاط الاقتصادي، وبدأ سياسات لدى الكتل الاقتصادية الكبيرة. الولايات المتحدة الأمريكية بتنتج 22% من إنتاج العالم كله، أكتر من خمس إنتاج العالم دولة واحدة. الكتلة الثانية وهي دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة، دول بينتجوا تقريبا 24% من إنتاج العالم، ده كتلة أخرى. يبقى إجماليهم دخلنا في 46% من إنتاج العالم. ولو أخذنا بريطانيا بعد ما خرجت من الاتحاد الأوروبي هي كمان بتنتج تقريبا 5-6%، يبقى احنا دخلنا في مسائل يعني أكتر من نص إنتاج العالم. ناهيك عن اليابان والصين وخلافه، فبنرجع مرة تانية عملية عشان يحدث التعافي كان لازم يبدأ ما نسميه بالكوانتيتيف إيزينج اللي هو التيسير النقدي. فتم ضخ سيولة ضخمة لأنه الاقتصادات، هذه الاقتصادات الكبيرة كان معدل النمو فيها بالسالب لأنه عملية الإغلاق الكبير. عشان يتم إنعاش الاقتصادات الكتل الكبيرة دي بدأ عملية ضخ سيولة بكم هائل في هذه الحالة، إضافة إلى أنه صندوق النقد الدولي قام بتخصيصات في حقوق السحب الخاصة، ودي وحدة حسابية زيها زي الدولار بس ما هيش عملة ملموسة، وضخ أو خصص 650 مليار ما يعادل بالدولار بحقوق السحب الخاصة، لكن بالدولار 650 مليار دولار، وزعها على الدول بحسب حصة كل دولة في صندوق. فدي كل هذه السيولة أدت في نهاية الأمر إلى ارتفاعات سعرية، نوع سيولة في جسم الاقتصاد العالمي، معناها طلب أكتر. بالإضافة إلى أنه هذه مع الانفتاح وخروج الناس بعد سنتين والتطعيمات شجعت المواطن في هذه الكتل انه يخرج ويرتاد يعني المقاهي ويبدا يعوض اللي فات، يعوض لانه شهيته انفتحت في هذه مع التطعيمات، وبالتالي بدا معدلات النمو في الطلب تزيد بشكل يعني فجائي وبشكل متزايد ومتسارع. هل المعروض من السلع والخدمات على مستوى العالم أو جهاز الإنتاج على مستوى العالم زاد بنفس النسبة؟ هل زاد بنفس طبعا ما عوق يعني قدرة الجهاز الإنتاج العالمي في الكتل الكبيرة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإنجلترا والصين واليابان وكل هذه الاقتصادات المتقدمة؟ في مشكلة حصلت بأنه سلاسل الإمدادات ومتركزة في يعني بقع معينة في دول معينة
اغلبها في دول زي يعني في دول اوروبا وفي الصين واسيا عموما. التركز ده ادى في نهايه الامر الى انه في خلل في سلاسل في عرض السلع خاصه السلع الاساسيه. وبالتالي بنجد انه مع نمو في الطلب بمعدل يفوق بكثير النمو في المعروض نتيجة الخلل في سلاسل الإمدادات للمعروض من السلع الأساسية أثر على ارتفاعات متسارعة في معدلات التضخم زي ما أشار يعني معالي الدكتور. في هذه الحالة أدى إلى أنه سعر برميل البترول اللي كان من حوالي 6 أشهر كان ب$40 لا وكان نزل بالماينس وكان في فترة سابقة كان بالسالب يعني دكتور فاتح كان عشان يخزنوا بيدفعوا لهم فلوس. فنرجع مرة تانية انه وصل النهاردة عدى ال 95 وقارب ال $100 للبرميل. فطبعا ده تكلفة في الطاقة وتكلفة الطاقة في المصانع معناها تضاف على تكلفة السلع. فالسلع بدأت تتزايد إضافة إلى أنه الندرة في السلع يعني السلع الأساسية في هذه الحالة شهدت وما زالت وهناك توقعات بأنها سوف تشهد تسارع في أسعارها حتى النص. كنا بنتكلم على النص الإيه النص الأول ثم تنكسر حدة الإيه يعني هذه موجة التضخم العالمية. لكن في توقعات أخرى مع متحورات كورونا وكمان عدد التغيرات المناخية فندم برضو أثرت على السلع الغذائية. وعندي كمان متحورات زائد إن هو كمان في تفاوت في التطعيمات ما بين الدول المتقدمة والدول النامية. المفروض إن الدول النامية لم تحصل على هذه التطعيمات الكافية. فبنرجع مرة تانية إنه هذه الموجة ممكن إن هي تنكسر في النص الثاني يعني ما قبل نهاية هذا العام في النص الثاني. وعشان كده بنقول موجة التضخم احنا عاوز اقول انه يعني ده كلها ثلاث تحديات بتقابل العالم. التحدي الاولاني هي التفاوت في التطعيمات فدي اتكلمنا عنها. التضخم ممكن التضخم المتسارعة يعني طالع الولايات المتحدة الامريكية زي ما اشرت سيادتك ان معدل التضخم فيها كان 7 ده كان في ديسمبر السنة اللي فاتت مقارنة بديسمبر اللي قبليه يعني 12 شهر 7% يناير اللي فات مقارنة بيناير اللي قبليه 7.5% الله صحيح. ده بيتسارع معدل طيب. احنا بنقول في تضخم يعني لا هتنكسر الحدة لكن في تضخم لكن يبدأ ينزل ويبدأ متباطئ في هذه في نهاية بنهاية هذا العام. طب احنا في هذه الحالة فين من ده كله؟ ايوه طب مصر بالنسبة لمصر انه الموجة دي قادمة علينا ما احناش السبب فيها. السبب فيها هو فيروس كورونا. طب فيروس كورونا بدأ منين؟ من الصين وعم العالم في هذه أزمة مالية عالمية. تضخم بدأ من أمريكا. احنا عايشين يا فندم عايشين في عصر الصدمات. يعني إما تكون صدمة اقتصادية ومالية الأزمة المالية العالمية تلقيناها وبنحاول نتعامل معها. في صدمة أمنية اللي هو آفة الإرهاب. فالعالم كله في أزمة بيئية كوفيد 19 في أزمة قد يعني العالم بيحاول يتفاداها اللي هي المناخية واللي احنا نستضيف المؤتمر إن شاء الله في نوفمبر من هذا العام. صحيح. في الخلاصة في ظل هذه الصدمات الاقتصاد بتاعك لازم يكون أكثر صلابة أو اقتصادات العالم كلها لازم تكون أكثر. إزاي بقى في هذه الحالة إيه يعني احنا يعني هنتأثر إزاي؟ بنجد إنه يعني بدأ مثلا سلع القمح احنا اكبر دولة مستوردة للقمح في العالم كله. صحيح. وبالتالي بنجد انه اكبر دولة مستوردة واكبر دولة مستهلكة يعني انا كمان بستهلك اعلى نسبة في العالم. بالظبط. فبنقول انه لما الاقي سعر الطن اللي احنا مرتبين الموازنة بتاعتنا عليه يعني كنا افتراض انه في خلال العام المالي اللي احنا فيه اللي هينتهي في يونيو اللي جاي اللي هو 21-22 يعني الفرضية انه سعر القمح هيكون في حدود $255 لكن النهاردة انا لسه في انا داخل لسه في السنة اللي هي 21-22 الاقي سعر القمح العالمي يصل الى بالشحن والكل 380-390 يبقى في هذه الحالة. طيب يبقى انا اكبر مستورد للقمح والقمح ده بستخدمه في المطاحن والدقيق ورغيف العيش اللي احنا يعني الدكتور عبد المنعم سعيد اتكلم على قضية رغيف العيش
اللي هو بخمسة قروش. طب يبقى إذن معنى كده الدعم في الموازنة لازم يزيد، لأن أنا بستورد بدل ما كنت بستورد ب 255 دولار للطن، أنا بستورده النهاردة أو هستورده النهاردة 380-390. يبقى الفرق ده مين اللي هيتحمله؟ فده علامة استفهام. بالنسبة الزيت والسكر، احنا دولة مستوردة مش مكتفين ذاتيا. الخلاصة في نهاية الأمر السلع الأساسية هنا مهمة بقى الدولة في هذا صار السياسة الاقتصادية والمالية والمصرفية والسياسة النقدية، البنك المركزي إلى آخره، كل دول يتعاونوا بحيث هنتكلم بقى إزاي هنتوقع هذا التضخم المستورد في الدول النامية ومن ضمنها مصر. وزي ما قال الدكتور مصطفى مدبول، يعني 35% من التضخم جاي لنا من بره من الخارج. عايز أروح للدكتورة وفاء. دكتورة وفاء، يعني سواء الدكتور خالد أو الدكتور عبد المنعم سعيد أو الدكتور فخري الفقي أشاروا لمسألة الطاقة وأسعار البترول وأسعار الغاز، وإن كانت يعني مش بالنسبة زي مش كبيرة زي نسبة زيادة أسعار البترول، لكن إيه دور الطاقة في هذه الأزمة؟ الحقيقة الأول بشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة وفريق العمل والقناة ووجودي وسط الكوكبة العظيمة دي. الحقيقة فندم أن العالم يعيش في حالة بين الضبابية وعدم اليقين والازمات. هتخوفينا يا دكتور من اولها كده؟ الضبابيه بتخوف يا دكتور. لا يا فندم، يعني الحقيقه ان احنا ان العالم ما كان ينقصه الازمات المتتاليه، يعني كفانا ازمه الجائحه والتتالي اللي فيها والحروب التجاريه والتوازنات الجيوسياسيه والارهاب العابر للحدود، لتاتي يعني في الوقت الاني ازمه أوكرانيا وروسيا لتلقي بظلالها على أسعار الطاقة العالمية، ليحدث تنامي غير مسبوق. والحقيقة إحنا لازم، بما إن برنامج حضراتكم المشهد، إحنا نعرض المشهد، لأن مصر الحقيقة جزء من العالم، ومصر أصبحت رقم مهم في يعني معادلة الطاقة الدولية، وبالتالي لازم نشوف المشهد العالمي، لأن إحنا هيكون لينا دور ودور فعال في المرحلة القادمة. صحيح صحيح. الحقيقة إن يعني دول العالم أو الدول الغربية انتهجت نهج في العقود الأخيرة إن هي تنتهج سياسة أو استراتيجية السيطرة على مصادر الطاقة والتحكم فيها إمداداً أو استخراجاً أو إنتاجاً. ويمكن إحنا شايفين في المشكلة الحالية إن الحقيقة أوروبا تعتمد اعتماد كامل على الغاز الروسي، هو المورد الأول للغاز الأوروبي، باعتبار إن أوروبا بتستهلك يومياً من الغاز 370 مليون قدم مكعب. الحقيقه ان يعني روسيا دوله تعرف قدر نفسها، ويمكن قوه التوازن الى الان في صالح هذا المعسكر. فيعني عايزه اقول لحضرتك اللي حصل بالظبط، ان الولايات المتحده يعني تعرف ان الغاز الروسي غاز سيادي، تمتلك روسيا القدره على الحفاظ عليه وايضا حمايته، تمد به وقتما تشاء وتمنعه وقتما تشاء وتسعره كيفما تشاء. والحقيقة اللي حصل الأحداث الأخيرة دي كلها ادتنا مشهد، يعني هو ليس بجديد على العالم، ولكن احنا تفاجأنا، لأن العالم خارج يعني داخل على زي ما حضراتكم استعرضتوا كده ضغوط تضخمية أكثر شراسة في المرحلة القادمة إذا استمر هذا السيناريو السيء الذي يحدث بين روسيا وأوكرانيا. والحقيقة فندم أن روسيا بتمد أوروبا بالغاز عن طريق خطها روس نفط، اللي هي بتمد بيه أوروبا كلها بالغاز، ثم جاء سعيها المتتالي. ويمكن هي كانت اتكلمت في المرحلة السابقة عن هذا الخط، والخط الاستراتيجي نورد ستريم 2 الذي يمر عبر بحر البلطيق متجاوزا أوكرانيا التي أصابتها لعنة الجغرافيا. يعني زي ما الجغرافيا هنا هبة لمصر في موضوع الغاز وهنتحدث عنه والطاقة، هي لعنة بالنسبة لأوكرانيا. فالحقيقة الولايات المتحدة فندم، احنا واستعرضنا الدول اللي داخلة في هذا الصراع، اولا عايزين نشوف ان الولايات المتحدة زي ما قلنا تعرف ان الغاز بالنسبة لروسيا هو امر سيادي. ثانيا هنلاقي مثلا النهاردة في تصريحات رئيس وزراء انجلترا، طبعا تصريح خطير ان هناك حرب قادمة، وبالتالي هتتصاعد وتتنامى اسعار الطاقة، لانها بتتصاعد طبيعي وقت الحروب والازمات، وهو يمكن كانت تصريح شديد منه النهارده. بينما مثلا دوله زي فرنسا في المشهد
هي بتدخل بمساعي دبلوماسية باعتبار أنها رئيسة دورة الاتحاد الأوروبي الحالي. نفهم. ثم نأتي إلى أوكرانيا بقى اللي هي المشكلة الحقيقية. أوكرانيا الحقيقة في موقف محرج لأنها تحت ضغط عسكري وتعتمد على الوسيط الأوروبي في أوراقها، والوسيط الأوروبي هو أصل المشكلة وأساسها لأنه هو الذي يحتاج إلى الغاز. ثم نأتي بقى إلى ألمانيا، يمكن كلنا بنشوف أن يعني ألمانيا على الساحة لسه لم تفعل دورها في الحديث لأنها لا تريد الحديث عن نورد ستريم 2، لأن الحقيقة هي لا تريد أن تورط نفسها في هذا الحديث حتى لا يعني تصيبها إحساس أو العالم يحكم عليها أنها تدفع ثمن انضمامها إلى هذا المعسكر الغربي. الحقيقة كمان لو جينا نبص الإعلام الداخلي الأمريكي والمشرعين في الكونجرس لا يهمهم لا الصدام العسكري ولا المساعي الدبلوماسية، كل ما يهمهم شيء واحد بس وهو ألا يرى خط نورد ستريم يعني النور. ليه يا فندم؟ لأنه هناك سببين مهمين جدا. السبب الأول أنه هو عايز يكسر أحلام روسيا في هذا الخط الاستراتيجي، لأنه هيجني عوائد كبيرة، وهو بيبص على الاحتياط الفيدرالي لروسيا اللي بلغ 6 يعني رقم كبير لحد دلوقتي، يعني تقريبا الاعلى في العالم 6 تريليون 60 يعني مليار دولار. الحقيقه السبب الاهم بقى الاهم انه لا يريد سيطره روسيا على القاره الاوروبيه بملف الطاقه، لانه طبعا ده ملف شديد جدا. وبالتالي هذا الملف يعني هيفاقم من مساله زيادة نسبة التضخم. بالتأكيد يا فندم بالتأكيد، لأن طبعا ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصا أن العالم كله رغم حديثنا عن الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال الطلب متكالب الطاقة على الطاقة، وسيستمر يعني مش أقل من 100 سنة تاني لغاية ما نتكلم. طب خليني دكتورة وفاء بعد إذن حضرتك استأذنك، أنه عايز برضو عشان المشاهد ما يقولش هما بيتكلموا في موضوع تاني، أنا بتكلم في نفس الموضوع طبعاً. الموجة التضخمية الحادة اللي أصابت العالم وانتقلت إلي بشكل أو بآخر أثرت على الراجل اللي واقف دلوقتي قدام محل البقالة، يعني عشان بس فاللقطة أو الدائرة اللي حضرتك بتكلمينا فيها إنه سلاسل الإمداد اتكلم عليها الدكتور فخري تمام. والدكتور خالد والدكتور عبد المنعم والدكتور عمرو، سلاسل الإمداد دي مرتبطة ارتباطا وثيقا بسعر الطاقة سواء الغاز أو البترول وتأثيره على الموجة التضخمية. ده هرجع حضرتك تكملي في هذا الإطار، لكن احنا عندنا الدكتورة منى ناصر. دكتورة منى دكتورة منى اتفضلي. دكتورة منى دكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لمتابعة وتطوير الجمارك، اهلا وسهلا. انا بعتذر عن التأخير معلش. اهلا وسهلا دكتورة منى. خليني اروح للدكتور هشام ابراهيم، واحنا برضو عايز ارجع المشاهد الى لب المشكلة، ان هو اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي منتبه، مش بيتكلموا في اقتصاد كلي ولا بيتكلموا في ما يخص المستهلك المواطن المصري اللي فجأة لقى حزمة الجرجير زادت 10 أضعاف يا دكتور فخري مثلا، يعني او لقى انه الحاجات اليومية سعر كيلو اللحمة زاد كذا. فاحنا بنقول للناس ده موجة تضخمية عالمية، الدكتور مصطفى مدبولي قال 35% منها مستورد من الخارج نتيجة ان دولة معتمدة في اكلي وشربي على الاستيراد. السؤال لحضرتك ده مفهوم، والدكتور فخري فككه وقال نتيجة كذا وكذا، والدكتورة وفاء قالت انه الطاقة وغيره وغيره. دور الحكومات، كل الحكومات ومن الحكومة المصرية، كيف يمكن ان تتناول هذه الأزمة وتقلل من آثار الصدمات التضخمية على المواطن؟ تحياتي حضرتك في البداية وللضيوف الكرام. هنتكلم على دور الدولة الحكومة، وهنتكلم على دور المواطن لأنه ليه دور ومهم جدا، وهنتكلم على دور مجتمع الأعمال باعتبار أنه هو القوة الضاربة في الاقتصاد. في ثلاث أطراف كل دور عليه أنه يتحمل مسؤوليته في هذه الظروف اللي احنا بنواجهها. لكن أنا بستعيد المشهد قبل 3 نوفمبر 2016 قبل اللصاع الاقتصادي، وكان الموقف أقصى صعوبة، وبالتالي مش عايز أوصل رسالة إحباط للمشاهد. احنا بالتأكيد في إطار التحدي حاليا، التحدي ده مش داخلي، التحدي خارجي، لكن احنا الشهادات اللي حصلنا عليها خلال العامين الماضيين انه الاقتصاد المصري اصبح اكثر صلابة، اكثر قدرة على استيعاب الازمات والصدمات، وبالتالي المشهد اللي احنا فيه حاليا ده لا نستطيع ان احنا مش بس نتعامل معاه، نجتازه بنجاح زي ما حدث خلال العامين الماضيين. وبالتالي احنا هنتكلم على روشتة،
وصفات مطلوبة من كل طرف علشان نتعامل ازاي مع الموقف الحالي. خش على الحكومة الأول. مبدئيا الحكومة اتحركت بخطوات استباقية، مش بس بفعل ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية، ومش بس بفعل بداية جائحة كورونا، لكن الحقيقة الحكومة اتحركت بفكر استراتيجي استباقي. بمعنى انه الرئيس شخصيا رئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اكتر شخص معني بفكرة الامن القومي، هو الحقيقة كان عنده استراتيجية واضحة انه احتياجات المواطن الامن الغذائي هو جزء من الامن القومي، وبالتالي ازاي نأمن الامن القومي المصري، لانه بالتأكيد الامن الغذائي وامن المواطن هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي. وبالتالي الحقيقة الحكومة اتحركت في اطار المشروعات القومية، بنتكلم على الاستزراع السمكي، بنتكلم على مشروعات الثروة والداجنة، بنتكلم على الصوب الزراعية، بنتكلم على المليون ونص الجديدة وتشكى عشان القمح يزيد، يعني كل ده الحقيقة الحكومة بتتحرك فيه، والصوامع وزيادة المخزون والاستراتيجي. وبالتالي الحقيقة الحكومة عندها رؤية بتتحرك فيها قبل حدوث الأزمة بعدد من السنوات، لكن مع بداية الأزمة لا، كان كمان في بعض الخطوات سواء كان على مستوى الحكومة ككل أو على مستوى بعض الوزارات. يعني بنتكلم على فكرة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، بالتأكيد كان مسألة مهمة جدا احنا نلجأ لهذا الأمر. يسبقها فكرة الشراء الموحد وبكميات كبيرة وبتاع علشان يبقى عنصر ضاغط على السوق الدولي، بالتأكيد كمان من الاستراتيجيات الحقيقة الدولة المصرية اتحركت فيها خلال الأشهر أو السنوات الماضية الحقيقة في العهد الحالي. فالحقيقة الحكومة بتتحرك وما زالت بتتحرك في إطار بقى اللي بيبذل في إطار الموازنة العامة للدولة، في إطار على مستوى بقى وزارة المالية، على مستوى الجمارك، على مستوى القرارات اللي بتتخذ سواء كان في إطار البنك المركزي أو غيره. فالحقيقة أنا شايف إنه الحكومة بتتحرك، ومحتاجين نتكلم أكتر على اللي بتعمله الحكومة والمفترض يتواكب معاه اللي يعمله مجتمع الأعمال واللي يعمله المواطن. لانه هو هنبتدي الاول بمجتمع الاعمال. طب ما هو فكره الامن القومي اللي الدوله مدركاها والحكومه مدركاها، هي ليه مش موجوده عند مجتمع الاعمال؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انه هو مجتمع الاعمال اللي بيظل المكون الاجنبي او المكون الخارجي فيه 50 و60 و70%، هو انت ما عندكش استراتيجيه عشان نسب المكون الاجنبي ده تنخفض؟ هو انت ليه مش بتامن الامن القومي بتاعك احتياجاتك، خاصه ان احنا مع بدايه الجائحه في ظل انه كان عندنا مشكله في حركه التجاره الدوليه، عندنا مشكله في الموانئ، عندنا مشكله في الشحن، طب ما تامن احتياجاتك، ولو مش قادر بذاتك وقدراتك ما تتكامل مع اللي حواليك. احنا بنشوف مصانع بتستورد مسمار ممكن يكون بيونتك في مصنع جنبها وهي مش عارفه. طب الحكومه لجأت لفكره انه يكون عندنا بنيه معلوماتيه جيده، ويكون عندنا موقع بيتبادل بيوضع فيه كافه البيانات المتعلقه بمجتمع الاعمال سواء كان بقى منتج، مستورد، تاجر. لامتى هنفضل نعتمد على فكره انه ما يتم استيراده هو الاكثر جوده والاقل تكلفه وانه الاكثر ربحيه؟ المعادله دي لازم تتغير، انه لازم مجتمع الاعمال يبقى مدرك تماما، مش بس فكره انه الامن القومي عشان منظور الدوله، لا، فكره الامن القومي بتاعته هو شخصيا مصلحته يستدير من الاستيراد والتجاره الى الصناعه مثلا، مش بس مصلحته وربحيته. لانه اذا كانت موجه التضخم اللي هي نتاج ارتفاع الاسعار، طب ما انت قدامك فرص للربحيه عاليه جدا انت بتضيعها. طب هو الى اي مدى هيظل مجتمع الاعمال بيستسهل في سياساته؟ الامر بينطبق على التجار، قطاع الاعمال اللي هو التجار والمصنعين والمستوردين وكله، عشان بس لا 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 عشان نروح للمهندس مجدي المنزلاوي قطاع الاعمال هيقول لا، المساله اقصد سهوله بالنسبه للمصنع واكثر صعوبه بالنسبه للمستورد. انت هتفضل لحد امتى شغلتك بس ان انت بتستورد؟ طب يعني مش هنقول تدخل، لا احنا عايزين، احنا دكتور هشام معلش عشان بس ابقى فاهم، انا الاستيراد في حد ذاته مش عيب طبعا، ده الاستيراد في حد ذاته مطلوب عشان يبقى مستلزمات انتاج تمام، وسلع وسيطه وماكينات وحاجات اصنع عشان افتح فرص عمل تمام، لا مش سلع استهلاكيه لها بديل محلي. وحتى المكون اللي بيحتاجه قطاع الصناعه لو ليه بديل محلي او اوطنه عندي او عمقه، هو اللي بيستورد ده لو انا قلت حتى كمرحله ثانيه انه يلجأ للتصنيع، طب هو ما يقدرش يصدر؟ يعني صحيح. هو المساله مش اتجاه واحد، هي اتجاهين صحيح. طب ما انت بتستورد وضغط عليا، طب ما تصدر وتوقف معايا وتساعدني وتوقف مع نفسك. فده الحقيقه عنصر مهم او رساله مهم ان مجتمع الاعمال بينه وبين نفسه. بس دي عايزه دي طولت الاجل شويه،
لا انا بتكلم، انا خايف من موجه تضخميه، عايز امتصها ازاي؟ ما انا اللي احنا وقت الازمه اكبر دايس واستفاد منه، انا افكر بشكل استراتيجي حلول لنفسي عشان ما اقعش فيها تاني. ده ما يتعلق بمجتمع العمال، تمام. ما يتعلق بالمواطن. طب ما هو اذا كانت الدوله بتخطط لنفسها وعندها ايرادات ومصروفات وعندها حساباتها وعندها التوقيتات الزمنيه، ومجتمع العمال نفس الامر عنده موازنه وعنده ميزانيه وبيعرف ايراداته هتيجي امتى ونفقاته هتيجي امتى، هو المواطن مش مفترض كمان يكون عنده هذه الثقافه؟ بمعنى انه الدخل اللي بيجي لي ده بنزل شوبينج او معايا الفيزا اللي انا مش حاسس بيها ليه؟ فيزا ايه؟ مش كل الناس عندها فيزا، بس عشان بس نبقى يعني دكتور هشام. طب سيبك من الفيزا دكتور هشام، انا على فكره جمهوري من الدرجه الثالثه برضه. طب سيبك، الناس بتتفرج عليا يقول لي فيزا ايه؟ بتكلم على ايه؟ شوبينج ايه؟ هيقول لي يعني ايه شوبينج؟ انا برضه بقول لحضرتك انا مش هقول، خلينا نكلم الناس اللي موجودين. تمام. في مصر عندي 18 مليون واحد لا يقرا ولا يكتب. طب انا مش هتكلم على عدد، صح يا عمرو ولا غلط يا استاذ نشأت؟ والله بتكلم بجد، انا مش هتكلم علشان القطاع المصرفي ما يهاجمنيش، مش هتكلم على عدد كروت الفيزا اللي بتطلع للمجتمع المصري، لكن خليها تزيد مفيش مشكلة. لكن اللي أنا بتكلم فيه ثقافة مش الادخار السلبي، ثقافة الادخار الإيجابي. بمعنى أنه هو رئيس في بداية الجائحة لما أطلق مبادرة المئة مليار عشان تساند بعض القطاعات اللي اتأثرت بشدة زي السياحة وغيرها، السياحة والطيران المدني، الرئيس كان ممكن ياخد هذه المبادرة اللي إذا كان الموازنة العامة للدولة بها قدر من الإتاحة ممكن أنه يعمل ده. طيب إذا كانت الدولة بتتعامل في هذا الإطار، هو ليه المواطن ما عندوش فكرة الاحتياطي الاستراتيجي عنده جوه البيت؟ بمعنى انه انا هو الى اي مدى هيظل لو انا بيجي لي دخل 1000 جنيه بصرف 2000؟ لا، يجي لي دخل 1000 هصرف 800، ولازم يكون معايا جزء احتياطي استراتيجي بستخدمه وقت الازمه، لانه الازمات بتيجي مش هتيجي مره وخلاص، احنا عايشين في ظل الازمات. المساله ينفع للطبقه المتوسطه اللي تقريبا كلنا يعني او معظمنا ننتمي اليه؟ لا انا هتكلم، لكن الطبقه تحت المتوسطه ما عندوش ده، عنده حجز اللي بينزل، حد ينقذنا دكتور فخري، الست البسيطه ينقذونا يا جماعه، الست البسيطه اللي بتنزل تروح السوق. انت عارفه هتشتري ايه، ولا لقيتي الحاجه قدامك فالدافع الشرائي بدا يتحرك جواها، عايزه تشتري ده وتشتري ده وتشتري ده. طيب هل احنا مرتبين في الاسره توزيع منطقي للدخل؟ يعني جزء للمأكل والمشرب، جزء للملبس، جزء للتعليم، جزء للدعايه الصحيه، التوزيعة دي عندي، ولا فجأة بيحصل اتجاه انه فجأة مش عارف نزل ايه في سيل، مش عارف نزلت السوق في حاجات عجبتني فاشتريتها ما كانتش متخططة. انا عايز اوصل الهدف الاساسي ان احنا الازمة نغير الثقافة الاستهلاكية، الازمة لازم نتعلم منها، نتعلم منها بدل فكرة الادخار السلبي، اللي يبقى في عندي احتياطي بلجأ لوقت ازمة وحد تعب، حد لازم يبقى عندي حاجة استند اليها. مفهوم. المسألة التانية انه لا طبعا المواطن محتاج انه يولد لديه الثقافة الايجابية مش الثقافة السلبية، بمعنى ان انت طول الوقت مهموم بفكرة الاستهلاك، ان انت هتصرف ايه. طب انت ما بتشغلش جزء ليه مهم من وقتك؟ ان انا ازود دخلي، ان انا اعمل حاجة تطلع لي دخل اضافي، انه السيدات ده في الارياف وفي القرى وفي النجوع تبتدي بقى تشوف حاجة شغلانة، اللي هتربي حاجة، اللي هتبيع حاجة. والله بيعملوا كده يا دكتور هشام، عايزين ده يزيد، عايزين نزيد. الدولة بدأت في برامج من هذا النوع، يعني حتى وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة البيئة عملوا مجموعة مشروعات لتوليد دخل الاسر. طيب. اللي هي مستهدفة بجد. طيب احنا يعني على لسان المواطن هيتكلم الاستاذ نشأت الديهي، بس على لسان مجتمع الاعمال هيتكلم المهندس مجد المنزلاوي. يمكن كلام كتير قاله الدكتور هشام حوالين انه فكره الامن القومي مش موجوده عند مجتمع الاعمال، الاستسهال في السياسات الى اخره. اسمع رد حضرتك وبعدين نشأت يتكلم عن المواطن. طبعا الدكتور هشام بيتكلم على استراتيجيه لمجتمع الاعمال المفروض انها توفر احتياجاتها من المكونات وعشان تزود القيمه المضافه، عشان تزود حجم الصادرات. الكلام ده كله بياخد وقت. عاوز اقول ان الصناعه المصريه وخصوصا الصناعه اللي بيتولاها حاليا او من مده نقدر نقول عشرات السنين بسيطه القطاع الخاص، لان قبل 20-30 سنه كان اللي قايم بهذا المجهود هي شركات القطاع العام كلها. شركات القطاع العام كانت بتعتمد على صناعات مغذية يمكن كانت موجودة عندها داخل المنظومة الكبيرة، يعني المصنع الكبير بيصنع معظم مكوناته، ما كانش بيعتمد على صناعات مغذية. معظم الدول الصناعية الكبرى الصناعات المغذية عندها هي أساس،
وأساس قوي جدا. يعني لو شفنا أي منتج نهائي هنلاقي معظم مكوناته هي مكونات جاية من صناعات مغذية، وده طبعا بيؤكد وجهة نظر حضرتك أن الصناعات المغذية شيء مهم جدا. سيادة الرئيس بينادي بالموضوع ده بقاله أكتر من سنة، وفي بعض البرامج علشان خاطر تدعم هذا الاتجاه وتزود من القيمة المضافة بتاع المنتج المصري، بس لازال الموضوع ده بياخد وقت، لأن الموضوع ده ليه علاقة بالكميات وبالأسعار. في مكونات معينة لو أنتجتها بكمية أقل من الإنتاج الاقتصادي بتاعها هيبقى سعرها غالي جدا، وبالتالي محتاجة حجم الإنتاج بتاعها يكون أكتر. وده لازم زي ما حضرتك برضو تفضلت، لازم يكون في تكامل ما بين المجتمع الصناعي بصفة عامة ومع بعض. الموضوع ده شغالين فيه، يعني في برامج كتير وفي منظمات كتير بتحاول النهاردة إنها تخلق فرص عمل للشباب، علشان خاطر بمعنى أصح الشركات الكبرى الصناعية بتتمنى صناعات أصغر في إنها تتعاقد معاها على الإنتاج بتاعها، بتعمل لها نوع من أنواع الديفلوبمنت للمنتج بتاعها، بتعمل عليه كواليتي كنترول، وفي الآخر بيطلع منتج مناسب للمنتج النهائي، وبالتالي بيبقى معتمد ممكن تطلعه وتحطه في المنتج بتاعها. ولازم أهم حاجة في الموضوع ده أن يكون المنتج ذو جودة وكونسيستنت كمان، يعني يكون المنتج زي بعضه، ينفعش يطلع النهاردة باتش بكمية معينة بكواليتي معينة وبعدين بعد كده الباتش اللي بعده يطلع بحاجة تانية. فالموضوع ده بياخد وقت، لأن ده هو نقدر نقول قلب الصناعة هي صناعة المغذية، قلب الصناعة بمعنى أصح. في برامج كتير زي ما أنا قلت، في تسهيلات كتير الحكومة عاملاها للصناعات الصغيرة، سواء في سعر الإقراض أو في الأماكن المجمعات الصناعية أو ما شابه. طب باشمهندس، يعني عودة إلى يعني الموضوع الأساسي، موجة التضخم العالمية، مجتمع الأعمال عندنا مستعد ليها إزاي؟ موجة التضخم الحقيقة مأثرة في الصناعة يمكن أكتر زي المواطن بالظبط، لأن إحنا لو المكونات بتاعتنا اللي إحنا بعض الأجزاء أو اللي بتخش جوه المنتج النهائي بيتم استيرادها من الخارج، فهي بتتأثر بسلاسل التوريد، وفي نفس الوقت بسعر الشحن، وفي نفس الوقت بتتأثر بالتضخم اللي موجود في العالم. يعني لما بنستورد خامات، الخامات دي إذا كان السعر ارتفع، سعر البترول ارتفع، فأسعار الخامات ارتفع. يعني أسعار الخامات زي مثلا النحاس، زي الألومنيوم اللي هي المواد الأساسية يعني، أو الخامات الأساسية. في نفس الوقت لو هي مكونات مصنعة بتدخل جوه منتج تام، فبرضو الكميات اللي ممكن تبقى متوفرة ومدة الإنتاج بتاعتها نتيجة برضو لجائحة كورونا بتاخد وقت أطول في إنتاجها، وبالتالي المعادلة الحقيقة بتأثر قوي على مجتمع الأعمال أو المجتمع الصناعي من ناحية سلاسل التوريد، ومن ناحية الكميات المعروضة أو اللي بتنتج في الدول اللي بتغذي الصناعات المصرية. كل ده بيأثر على بعض. طيب خليني يعني قبل ما اروح للسيد الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح اروح للدكتورة منى ناصر، ومجمل ما قيل انه هناك حزمة من الاجراءات الحكومية يجب ان تؤخذ، وهناك ايضا روشتة الدكتور هشام بيقول المواطن لابد ان يلتزم بيها، وهناك ايضا مجموعة من النصائح لقطاع الاعمال او لمجتمع الاعمال اللي يقوم بيها. وكان المهندس مجد بيتكلم على انه القطاع الصناعي زيه زي المواطن بيتاثر بالموجات التضخميه، لكن المواطن بيقول لا ده كله بيرحل عليا في الاخر، سواء صانع بيزود سعر السلعه، سواء تاجر بيزود سعر، في النهايه المكان الوحيد اللي بيتحمل كل هذه الموجات هو المواطن في النهايه. وانا في تقديري اضيف ان الحكومه بتشارك المواطن او بتشيل عنه من خلال تغيير زي ما قال فخر بالفقي في الميزانية وغيره، زي سعر القمح اللي كان بقد كده بقد كده، الحكومة اللي شالته المواطن لم يتم ترحيل أي عبء عليه. لكن وحضرتك مساعد وزير مالية للجمارك والتطوير،
اعتقد انه انتوا السنسور او الحساس لحركه التجاره الدوليه. كل ما ياتي من الخارج بيجي عن طريق الجمارك، واعتقد انه كفاءه النظام الجمركي بيؤثر بشكل او باخر في سعر السلعه. لو كان في كفاءه بيؤدي الى تخفيض التكلفه ربما في بعض الدراسات 15-20% او اكتر. وكذلك اسعار الشحن، سرعه الافراج عن البضائع بتقلل التكلفه بشكل او باخر. وانت موجوده في قاعده بيانات حقيقيه، شايفه الصوره من فوق من اعلى نقطه اكبر اكتر من كل اللي قاعدين فيما يخص ارقام الصادرات والواردات. الموجه التضخميه الموجوده دلوقتي كيف اثرت على الحصيله؟ كيف اثرت على الاداء؟ والتطوير والدور اللي بيقوم به وزاره الماليه ادى الى تلافي الكثير من هذه الموجات وامتص صدمات وجلطات في جسد الاقتصاد. تمام، هو حضرتك طبعا يعني بدايه كده انا مع حضرتك ان المواطن لازم هيشيل عبء كبير. ما عندناش حلول سحريه ان احنا بنقول ان احنا هنقدر ننجز حاجه كويسه من غير ما كل الاطراف هتتحمل. وقد يكون المواطن اكتر حد بيتحمل، بس الحكومه بتحاول بقدر امكانها ووفقا لامكانياتها ان هي تدعمه وتسنده، بس تمشي الامور زي ما كان المفروض تمشي. احنا الحقيقه في الجمارك بنعالج حاجات بقالها سنين فيها مشاكل كتيره، وما نقدرش ننكر ان احنا كان في مشاكل كتير وفي معوقات كتيره للتجاره. اما دخلنا بمنظومه نافذه الناس برضو كانت هيباها وعملت شويه في الاول، ان الناس عشان تستقبلها بسلاسه كده اخذت وقتها. الاي سي اي لما دخل ابتدى علشان كانت نافذه خلاص مهدت الطريق للميكنه، والناس ابتدت تحس ان لا بقت الاجراءات اقل، بقت كميه الورق المطلوبه اقل، بقينا ماشيين في خط ان احنا بنوحد اجراءات كلنا مع بعض. اما جه الاي سي اي الناس كانت ممهده اكتر للقصه دي. ممكن تشرح بس للناس يا دكتوره الاي سي اي؟ الاي سي اي ده اللي هو تسجيل مسبق للشحنات، بمعنى ان المفروض البضاعه اللي هتيجي وانا مستورد قبل ما هطلبها انا باخد موافقه الجمارك المبدئيه، الموافقه ان المصدر ده مسموح بيه والمستورد انا معروف للبلد والسلعه اللي انا هجيبها مقبول ان هي تيجي بالمواصفات المقبوله. الثلاث حاجات دول لو موجودين انا باخد حاجه اسمها رقم اي سي اي دي نمبر، اللي هو رقم شحنه. الرقم ده المنظومة بتطلعه، منظومة نافذة بتصدره، وما بتصدره بياخدوا المصدر اللي بره يحطوا على كل المستندات بتاعت الشحنة، ويبتدي هو اللي يحط مستندات الشحنة على البلوك تشين بتاعنا اللي بره. ما بيبقاش بقى المستورد، ما بقيناش نستنى الورق يجي وبعد ما يجي الراجل يجي يقدمه، وبعدين في الجمرك ولا في الجهات الرقابية نبتدي نبص طب هو لعب في أرقام، طب هو غير صنف، زود كود، شال كلمة، حط كلمة، غير فاتورة. دي حاجات كانت بتاخد وقت. الحتة دي اتقطعت خالص دلوقتي، لأن اللي بقى بيحط الورق بتاع الشحنة المصدر أو مصدر الورقة دي كمان، فدي بقت بتدي مصداقية قوية للورقة. وطبعا لما بيحط الورق ده بيحطه بتوكن، بتبقى حاجة يعني تماما ما يبقاش فيها أي قلق. وما المستورد الورق ده بيتحط على البلوك تشين بيتبعت لنافذه، المستورد بيشوفه اما بيلاقي ان البيانات مظبوطه بيحط تاكيد بالتوكن بتاعه برده، يقول تمام هي دي الشحنه اللي انا طالبها بالكميات بالبيانات وكله تمام. هنا بتنشا تبتدي بقى شهاده ميلاد الشهاده الجمركيه. الوضع ده دلوقتي مش زي الاول. الاول احنا كان ممكن نقعد ننتظر عقبال ما الورق يجي ايام طويله، وفي ورق بيجي مع الشحنه فممكن الشحنه تيجي في 4 شهور في المركب، فاحنا قاعدين مستنيينها، محدش يقدر يبتدي اي اجراء غير ما الورق بيجي. لا احنا دلوقتي بالميكنه دي احنا بنقبل المستند اللي تم مسحه ضوئيا من المصدر بره وادخاله كفاتوره مثلا هيكليه على السيستم ان هو ده الاصل. ما عدناش منتظرين ورق خالص، ما بقيناش نطلب من المصدر يوثق الورق بتاعه. كان بيوثق شهاده المنشا، كان بيوثق الفاتوره، وكل اجراء كان بيعمله كان بيدفع عليه، ما كانش في حاجه بيعملها ببلاش، بس الدفع اللي كان بيدفعه ما كناش احنا بنستفيد منه بحاجه. طبعا الدفع ده كان بيبقى
يعني في الخارج اكتر بالذات في الغرف التجاريه. طبعا اللي كان بيدفعوا في السفارات بتاعتنا بره اكيد كان بيدخل في الحصيله بتاعتنا. احنا دلوقتي ما بقاش بقى عندنا لا توثيق ولا مصاريفه ولا سواء شهاده منشا سواء فاتوره تجاريه. ده بيأثر على التجاره ايجابا ازاي بالارقام والمواطن في الاخر هيستفيد ايه؟ يعني اللي بيسمعنا ده يقول لي طب انا حلو الكلام جميل اللي الدكتوره منى بتقوله، انا كمواطن هستفيد ايه؟ ممكن نوضح للناس ايه اللي هيستفيدوه؟ لا وكمان الدكتوره منى قالت انه المواطن عليه مسؤوليه كبيره. طبعا قالت هيشيل، هي كانت قالت خلينا ما فيش حلول سحريه كله هيشيل والمواطن مشيل اكتر. دكتوره هشام هيرد دلوقتي عليه. بص يا فندم، هو الموضوع ببساطه احنا بنقيس نجاح المنظومه بايه؟ بحاجتين، زمن افراج وتكلفه نهائيه في الاخر. يعني يمكن ما كنتش ملمه قوي او مش حافظه الارقام كلها، ولكن ببساطه شديده يعني الارقام اللي احنا شلناها مثلا في التوثيق دي بتوصل لغايه $400. كان في مقابلها ايه؟ طبعا البلوك تشين دي مصاريف، واحنا هنا لينا مصاريف كان $165، ففي فرق ما لا يقل عن $250 في كل شحنه كانت بتيجي وبيطلب توثيقها. الوقت يا فندم، الوقت فلوس، الوقت فلوس، والزمن بتاع الافراج الجمركي، الفلوس اللي بتتاخد في الكونتينر اللي قاعد لسه في المينا بيخلص اجراءاته ولسه مش عارفين نخلص. ولكن في رقم معرفش حضرتك هتصححه لي، انه التوكيلات الملاحيه او الخطوط الملاحيه اللي بره بتاخد مقابل التاخير الحاوي عند الزبون تعمل تكلف الاقتصاد القومي فوق $1 مليار في السنه. صحيح، بس هي ما فيش رقم مدقق لكل، يعني كل توكيل ملاحي ليه ارقام، مش ما نقدرش نوحدها يعني، فعشان كده ما عنديش رقم قطع. دي تسربات برضو من الاقتصاد القومي بتاعي. طبعا. وبعدين احنا الدليل ان احنا ابتدينا نتطور قوي. التوكيلات الملاحيه مثلا كانت بيبقى الارقام الارضيات والغرامات على الحاويات بعد اسبوعين تبتدي تتحسب، عشان الدنيا بقت بتمشي بسرعه لا بيحسبوها بعد كل اسبوع، لان ما بيحسب بعد اسبوعين ما عادش في حاجه بتقعد. صحيح. ما عادش بيحصل غرامات، لكن دلوقتي لا بقى بيقلل الوقت بعد اسبوع. وكل الغرامات دي كنت في الاخر انا بدفعها كمواطن طبعا على سعر السلعه، وكل بيتحط على سعر السلعه هو. طيب. في الاخر كله اكيد هتحط على سعر السلعه. احنا كان عندنا زمن افراج اللي هو من اول وصول المركب لغايه ما البضاعه بتطلع، ده كان ممكن يوصلنا لغايه شهر. البنك الدولي عمل دراسه، ويعني كانت قبل كمان تنفيذ الاي سي اي، عملها في اغسطس اللي فات، وكانت نافذه بس اللي اشتغلت. هو قال زمن الافراج الجمركي اللي من اول الشهاده الجمركيه لغايه الاعتماد نزل 50%، واللي قبله اللي هو كان من وصول المركب لغايه ما يبتدي الاجراءات بتاعه الشهاده كان ممكن يعمل مثلا 18 20 يوم، بقى بيعمل دلوقتي 11 يوم. الكلام ده كان في اغسطس، البنك الدولي ده طبعا جهة اكيد محايدة. صحيح. يعني بعد بقى شهر 10 اما اشتغلنا الاي سي اي الدنيا اتغيرت كتير للافضل، 100% للافضل. احنا كمان بالعكس، ده احنا بندور دلوقتي ازاي حد يجي من بره يقيمنا، احنا مش عايزين نقيم نفسنا، احنا عايزين حد يجي زي ما اتعملت الدراسه دي في اغسطس، لا يجوا يعملوها الشهر ده، نشوف اللي حصل، يعملوها الشهر الجاي، يقولوا بقى النظام الجديد بعد ما ابتدى يستقر في المواني البحريه الوضع ايه، قبل بقى ما احنا نشتغل في المواني الجويه. صح. طيب انا عايز اروح للاستاذ هاني ابو الفتوح، ومعلش تاخرنا على حضرتك. يمكن عايزين نفتح زاويه مهمه وجديده في يعني النقاش اللي عايزينه يعني نخرج منه بفايده، تاثير ازمه التضخم او معدلات او ارتفاع معدلات التضخم علينا هنا في مصر. انا خدت شويه بيانات كده من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. معدل التضخم السنوي ارتفع ل 8% خلال يناير الماضي مقابل 4.8% يناير 2021. المعدل السنوي للتضخم الاساسي 6.3% خلال يناير الماضي مقابل نحو 6% في ديسمبر 2021. هل من المحتمل انه البنك المركزي المصري يقوم ب خلينا نقول تحريك اسعار الفايده في هذا الجانب؟
الحقيقة البنك المركزي وضع مستهدفات لمعدل التضخم 7% مع فارق هامش 2% صعودا، وما زال معدل التضخم الأساسي ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري. هذا لا يمنع أن مستوى التضخم اللي احنا وصلنا إليه 6.3% يعني له أيضا جزء من المحاذير، لأن كلما ارتفع التضخم كلما كان ذلك مؤشرا سلبيا أمام المستثمر الأجنبي في أدوات الدين المحلي، لأن المستثمر الأجنبي بينظر إلى سعر العائد الحقيقي. مصر إلى الآن ما زالت من أكثر الدول أو الاقتصادات التي تعطي تمنح يعني عائد حقيقي على أدوات الدين، إنما إذا ارتفع معدل التضخم أكثر من هذا مع احتمالات أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بارتفاع برفع السعر يعني وفقا للتصريحات المتواترة برفع أسعار الفائدة، ربما يلجأ المستثمر الأجنبي إلى نزوح المحافظ الأجنبية إلى الملاذات الآمنة. السياسة النقدية وحدها ليست كافية لحل مشكلة التضخم، لأن التضخم في مصر وأسبابه تختلف عن التضخم في الاقتصادات الأخرى في أمريكا وفي عدة اقتصادات حول العالم. تم كما ذكر دكتور فخري تم ضخ تريليونات من الدولارات في شريان الاقتصاد أثناء أزمة كورونا لتحفيز الاقتصاد وتحفيز دورات الأعمال، فأصبحت هناك كم هائل من السيولة دون أن يقابلها ارتفاع في التصنيع مستوى التشغيل والتصنيع والإنتاج، هنا نشأ التضخم. أما في مصر يعني تحديدا يمكن سبب التضخم أكثر ليس السيولة، وإنما هو زيادة تكاليف عناصر الإنتاج، فده هيدخلنا يعني المعادلة صعبة بالنسبة للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري. طبعا دكتور فخري عضو مجلس إدارة في البنك المركزي المصري يعني ويرشدنا ويقول لنا إن سابقا يرشدنا إنه ليست السياسة النقدية هي دائما الحل لمعالجة التضخم، وليست سعر الفايدة هو المحفز أو الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها هي أحد الأدوات المصرفية أو النقدية، هي على أدوات المالية والسيادات المالية مع الأدوات الاقتصادية، ثلاثة مع بعض صانع السياسة بيقعد مع بعض الثلاثة دول مصرفي ومالي واقتصادي، صح يا دكتور فخري؟ بيقعدوا يتفقوا ويشوفوا إزاي نحاول نقضي على هذه الفجوة ولا الموجة، لأنه في الآخر هتصيب المواطن هناك. يعني حضرتك بتقول إنه التضخم المصري أو التضخم في مصر أسبابه ومسبباته بتختلف عن الدول، صحيح، لأن أنا معظم وارداتي معظم عناصر الصناعة بتاعتي معظم أكلي معظم شربي معظم الدواء بتاعي كله جاي من بره، فبيغلى عنده بره فبتتنقل للمواطن في الآخر. القعدة دي كنا إحنا متفقين إن إحنا عايزين نبحث عن حلول أو روشتة لمتخذ القرار. يعني متخذ القرار الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته والمجموعة الاقتصادية شغالين بالتأكيد وعندهم خبرات عريضة جدا، لكن احنا قاعدين بعيدا عن المسؤولية بشكل يعني بنتكلم بشكل علمي بشكل إعلامي، فعندنا بحبوحة من التفكير، فنقدر نفكر ونقول والله احنا شايفين نقدر نعلي سعر الفايدة، لا نقلل سعر الفايدة، انا بتكلم بشكل عام، شايفين ان احنا نقدر نعمل ضخ في السوق زي الدكتور عبد المنعم قال 40 مليار عشان امتص الفجوه التضخميه عشان الناس ما تتحملش اكتر، اقول لا ده انا محتاج تشريع جديد كذا، محتاج يعني انا ما اعرفش ايه اللي ممكن نقدمه كروشتة لمتخذ القرار سواء الحكومه او البنك المركزي او صانع السياسه بشكل عام في الاقتصاد، وفي نفس الوقت بقول للمواطن زي الدكتوره منى ما قالت انه لا ما فيش حلول سحريه، وعجبني الكلام ما فيش حلول سحريه، يعني ما تنتظرش ايها المواطن انه انا هشيل هذا الأثر من عليك كلية، مش هقدر،
ما عنديش. فبالتالي خلينا احنا القعده دي قعده مصارحه ومكاشفه للناس نقدر نعمل ايه، ولو في احنا مجتمعين كخبراء على حل نقدر نقوله بمنتهى الوطنيه والهدوء والتجرد لمتخذ القرار. كما ذكرت حضرتك يمكن انا عايز يعني اركز على المصارحه والمكاشفه. يعني احنا هنا قاعدين بنقدم بنبحث في المشكله وبنقدم توصيات لصانعي القرار بايه هي الخطوات او الاجراءات اللي هي ممكن قد تكون عامل حاسم في حل هذه الأزمة. صحيح. انا اتصور ان زياده التشغيل معدلات التشغيل هي اللي هي يعني هي اللي هتخلي الازمه اقل وطئه، هتقلل البطاله. طب انا عشان ازود معدلات التشغيل، طب ما هو في هناك عوامل اخرى، يعني انا يعني لازم احفز مجتمع الأعمال إن هو يقترض من البنوك بفائدة معقولة أو بتكلفة أموال معقولة، لأنه كل ما كانت هذه التكلفة معقولة كلما استطاع أن يدبر الاحتياجات التمويلية للمنشأة أو للمصنع، أن يوظف عمالة زائدة أو أنه يبقي حتى على العمالة الحالية دون تسريح ليهم، ده هيخلق نوع من الرواج، لأنه هيكون أنا بشغل في انفاق في مشتريات. للاسف يعني في عندي مؤشر سلبي جدا، مؤشر يعني نتائجه سلبيه، مؤشر مدير المشتريات اللي هو اظهر ان في انخفاض لمده 14 شهر على التوالي. مؤشر مدير المشتريات ده حاليا 47.7 من 10 او 9 من 10، وان هو اقل من ال 50 في نقطه الفيصل 50. ده معناه ان احنا مصر في القطاع الخاص غير النفطي ماشيين في اتجاه خطير نحو ركود في الاسواق. اخطر ما يمكن ان يصاحب التضخم اللي احنا بنواجهه عالميا، ومصر جزء من هذا العالم، ان احنا ندخل في نفق الركود التضخمي. لان في الركود التضخمي في بطالة، في ارتفاع في الأسعار، وليس هناك وجود قوي للقوة الشرائية. القوة الشرائية يعني بتبقى ضعيفة، فهنا يكمن المشكلة الكبرى. احنا مش عايزين نقل نسبة الركود التضخمي. في مقال دكتور محمود محي الدين في الشرق الأوسط، أرجوك لا تقل إنه ركود تضخمي. بالضبط، لأنه هو مش ركود تضخمي فعلا، هو مش ركود. في تضخم بس مش ركود. أنا عندي تحول الدولة، الدولة دلوقتي يعني الطلب، يعني أنا وجهة نظري مش اقتصادي يا دكتور فخري، بس الدولة المصرية خلال سنوات الثمانية الماضية استطاعت إن هي اللي تعمل عملية التشغيل من خلال الإنفاق العام. المشروعات الكبرى دي هي اللي خلقت فرص عمل، ولولا كده كنا وقعنا أصلا، وده اللي زود معدلات النمو. بالظبط، زود النمو غير مسبوق في النص الاولاني، وصل ل9%، وده رقم غير مسبوق. طبعا في تاثير سنه الاساس، لكن لو خدنا التوقع للسنه اللي احنا فيها دي كلها، احتمال بدل ما هو مستهدف 5.4% حسب الخطه بتاعتنا، ممكن يوصل ل6.5%. اذا ده مش ركود، ده النمو ده غير مسبوق في النص الاول 9%. طبعا احنا بنقيس ب9% بالنسبه للنص الايه السنه اللي قبليها، فسنة الأساس قليلة شوية، فتأثير سنة الأساس بيرفعه شوية، لكن كده ولا كده الخلطة ما فيهاش ركود، الخلطة فيها رواج. ما فيهاش نسميها معرفش، ده أكتر مما أكتر مما نستهدف. يعني أنه قد يكون ده شبح قد يعني يصادفنا في المستقبل، هو المؤشر التضخم اللي هو يعني. خطورة المشكلة، خطورة مؤشر مدير المشتريات بيقيس اللي هو حركة المشتريات والتوظيف والتشغيل في القطاع الخاص غير النفطي. ممكن هو غير النفطي. فطبعا مع يعني حضرتك بتتكلم كلام يعني ممتاز جدا وسليم جدا، لان في معدلات النمو داخل فيها القطاع النفطي، انما يمكن مؤشر المؤشر اللي بتكلم عليه مؤشر غير النفطي بيكسكلود بي الاعمال العام كمان. طيب خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل حلقتنا من المشهد حول الموجة التضخمية الجديدة التي تضرب العالم وأثرها على مصر. أهلا بحضراتكم من جديد، نواصل هذه الحلقة النقاشية حول
الموجات التضخمية العالمية وتأثيرها على السوق المصري، كيفية الخروج بآليات تؤدي إلى ضبط الأسعار خلال المرحلة الصعبة الجميع عليه أن يتحمل. نعود إلى الدكتور خالد عكاشة لمحاولة فتح الموجة الثانية من النقاش حول هذا الأمر. وإحنا كنا بنتكلم في شق فني، الناس قالت أسباب المشكلة عالميا وأسباب وصولها إلى مصر بهذه الحدة ومتى تنقشع هذه الموجة. الدكتور فخري بيتنبأ أنه في الربع الأخير من هذا العام ربما، ودكتور منى بتكلم على إجراءات طويلة الأجل للقضاء مبكرا على الموجات التضخمية من خلال إجراءات حقيقية على الأرض نجحت في تغيير كثير من الثقافات الموجودة في الجمارك. الدكتورة وفاء اتكلمت على سلاسل الإمداد واللي بيحصل حوالينا في الطاقة أثر بشكل مباشر. دكتور هشام بيطالب الجميع أنه يعيد حساباته مرة أخرى، حكومة وقطاع أعمال وعمال ومواطنين كله يغير في إطار يعني تغيير كبير. الأساتذة من والدكاترة من قطاع الصناعة والمراقبة الحقيقية من خلال الأرض بيقولوا انه لا احنا عندنا فرص كبيره جدا نغير ونصنع، والصناعات المغذيه اكيد بالتاكيد لها دور عشان نرفع من نسبه التشغيل. الكلام كله اللي اتقال كلام كله فيه يصب في الاقتصاد الهيكلي الاقتصاد الكلي، لكن في النهايه عايزين نصل في الجزء اللي جاي الى على الارض هنعمل ايه. انا كنت بكتب ورا حضرتك قبل ما توجه لي الكلمه مطلوب الناس تعرف احنا فين، الجملة اللي حضرتك قلتها قبل الهوى، لأن أنا شايفها الحقيقة مفتاح. وكنت بجهز المقترحات أو الجزء اللي نتكلم فيه كنوع من أنواع إعطاء المسارات، بلاش نقول حتى النصائح أو التوصيات، خلينا نفتح المسارات الواجب علينا في اللحظة الراهنة أن احنا نفتحها. أنا كنت متخيل أن المكاشفة وأن الحكومة تعود مرة أخرى في نسخة أو في استنساخ لما كانت تقوم به أيام جائحة كورونا، إنها فعلا نعترف إن إحنا في وسط أزمة عالمية، خاصة وكل التقارير العالمية بتتحدث عن أزمة، إن كان التضخم أحد تجلياتها، لكن الحقيقة ما ذكره الأساتذة الأعزاء يقول إن في كتير من عوامل الضغط اللي هتبقى موجودة على الدولة المصرية زي بقية دول العالم، ما احناش يعني فريدين في هذا الامر. طالما هذا الموضوع واخد البعد الدولي ده، يبقى المفترض ان المسؤولين الحكوميين، انصح في الفترة الحالية ان يكون في خطاب متتالي ومتكرر يضع النقاط على الحروف بالنسبة للمكونات الكتيرة اللي من المشهد، اللي هي تبدأ من المواطن تنتقل الى التجار تمتد الى المنتجين إلى المستوردين إلى المصدرين إلى المعنيين بالوحدات الأساسية، زي ما بنتكلم على الطاقة كده وبنقول إن الاضطراب في سوق الطاقة أثر بالسلب بالطبع على كتير جدا من الأسعار ومن الأرقام المتداولة في الإنتاج بشكل عام. الحكومة عندها درجة عالية جدا من المصداقية لدى المواطن في اللحظة الراهنة، وفعلا برنامج الإصلاح الاقتصادي قدر إن هو يحطها أو يضع الحكومة في محل إنها أولاً تسجل لنفسها مؤشرات نمو في فترة كان العالم كله مأزوم وسط جائحة كورونا، ودي تجربة لابد إن احنا ما نبعدش عنها كتير، لأن فيها من الدروس المستفادة الحقيقة اللي يجعلنا إن احنا ناخد كتير من المواقف اللي جرت في هذه الفترة ونحاول ان احنا نواجه بها الأزمة القادمة. المكاشفة والحديث الصريح حوالين قرار البنك المركزي الأخير اللي أثار الجدل، كان مهم جدا ان محافظ البنك المركزي يكون موجود في الإعلام ويكون موجود في حديث مباشر ومبسط وفي حديث مع المعنيين بهذا الأمر، ويتحدث حوالين الجوانب الإيجابية في اتخاذ مثل هذا القرار. رئيس الحكومة وهو بيتحدث عن 35% من مسببات موجة التضخم اللي موجودة قادمة من الخارج، يبقى كان المفترض مباشرة إنها يعقبها مجموعة من القرارات ومن الضوابط ومن المحفزات بالمناسبة.
انا قبل يعني الجمله او الكلمه الوحيده اللي كتبتها بعد مطلوب الناس تعرف ايه، ان احنا عايزين حزمه من المحفزات ولو حتى على مساحه وقتيه، محفزات وقتيه خلال الكام شهر اللي قالها لهم الدكتور فخري مثلا على سبيل المثال او لمده حصل جائحه كورونا. بالظبط بالظبط، ما هو انا بحاول استخلص الدروس الحقيقه زي ما الدوله تقدمت. يعني كان عندنا جائحه كورونا، دلوقتي عندي جائحه تضخميه محتاجه نفس الاجراءات واتعلم واتعلمت من اللي فات. بالظبط كده بالظبط، يعني اما الناس كلها بتتكلم. كمان انا بقول ان التحديات مكمله معانا شويه، لو بصيت على الصراع الدولي والجيوسياسي اللي شغال في العالم كله والقوى الكبرى وكيانات زي الولايات المتحده الامريكيه زي الاتحاد الاوروبي زي روسيا، الصين هتقف فين من هذا الصراع؟ يعني انا محركات بالظبط، يعني محركات الاقتصاد على المستوى العالم كله دخلة متأزمة وبتتكلم صحيح. كل ساعة بيطلع منها تصريحات. طب ده يعني دائما يقولوا الاقتصاد بيتأثر بمثل هذه المشاهد تأثر بالغ، خاصة بقى وإحنا لسه ما كناش وصلنا إلى مرحلة التعافي. أنا أتوقع أن ضرورة وجود محفزات للمنتجين بكل أنواعهم، المصنعين بكل احتياجاتهم في هذه الفترة، ترجمة الحديث الرئاسي المتكرر اللي بنسمعه بقالنا ربما عامين حوالين توطين التكنولوجيا. وأنا هنا كنت هكلم مجتمع رجال الأعمال وأسأله عن حجم، هل في عوائق تكنولوجية، هل في بأن احنا نبقى عندنا التكنولوجيا، هل في حجب عن التكنولوجيا؟ ده سؤال بيدور في أذهان الصناعة وتعميقها اللي قالوا على المصطلحين الاثنين. أنا محتاج أن أنا كل من سيوطن سلسلة إنتاج، بقى مش سلسلة إمداد، سلسلة إنتاج من أول المادة الأولية لغاية لما يبقى منتج صناعة المغذية، كل هذه السلسلة أنا محتاج أن أنا كدولة وكجهاز مصرفي أن أنا أدعمه بقوة ولو لفترة حتى يكتمل نموه ويقف على أقدامه ويستطيع أن هو يبقى عامل ورقم مهم جوه منظومة الاقتصاد المصري. المحفزات دي لو يعني أطلقت من الحكومة وأطلقت بشكل محدد على عملية الانتاج الكلي، لان حضرتك من اول اللقاء وانت بتصر على مسألة فاتورة الاستيراد من الخارج وان احنا مربوطين بنسبة كبيرة جدا من الخارج من اول المواد الاولية والمواد الغذائية وصولا الى الصناعات الوسيطة والمغذيات للصناعة والكلام ده كله. طب يبقى ده كل المنتجين مطلوب ان انا اديهم محفزات اضافية وأبدأ بعد فترة زمنية إن أنا أتناقص فيها بشكل أو بآخر، لكن هيكونوا وصلوا إلى نسب تخرجني من هذه الفجوة الكبيرة اللي ما بين الإنتاج وما بين الأزمة العالمية. مزيد من الاعتماد على الذات، وأنا بقول مصارحة ومكاشفة، مش هنسى دور المواطن أو مش هنسى توجيه بعض من الضوابط للمواطن، لكنه يشوف إن هو واحد من وسط مجموعة بيتم توجيه ليها الحديث والضبط والربط، ما يبقاش حاسس ان هو لوحده اللي هيدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية العالمية. فلازم اشركه معايا في كل الهموم. بالظبط بالظبط. طيب نروح للدكتور عبد المنعم، اذا لسه معانا دكتور عبد المنعم. طيب انا مش سامع صوت الدكتور معانا. طيب تمام تمام دكتور عبد المنعم، يعني كويس ان حضرتك متابع كل النقاشات اللي دارت في الساعة الماضية، ويمكن انا عايز ارجع لبعض العبارات اللي حضرتك يعني تفضلت بيها وبعض الاشارات لما اتكلمت تقريبا على نظام الخبز في مصر وقلت انه لا يوجد له مثيل يعني في العالم. يعني كنت عايز استفسر يعني تقصد ايه من هذه الاشارات، ومسألة أرض أيضا يعني يمكن لو أنا رجعنا إلى الوراء أيام أو فترة الأزمة المالية العالمية 2008 تحضرني يعني قصة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ربنا يشفيها، جات لها كورونا النهاردة يعني بيقولوا، زارت مدرسة لندن للاقتصاد المدرسة العريقة
وسألت يعني بعد اندلاع الأزمة المالية سألت مدير البحوث في المدرسة قالت له إذا كانت هذه المشكلات يعني بهذا الحجم يعني كيف لم يرها أحد يعني يعني إزاي إحنا وطبعا ده السؤال لنا كلنا يعني إزاي إحنا ما شفناش يعني هذه المشكلات الناجمة عن كورونا الناجمة عن الأزمات الدولية اللي احنا يعني بنواجهها. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا ودكتور فخري الوجود هنا والاخوه كلهم. التضخم احد الظواهر الطبيعيه للبيئه الانسانيه منذ فجر التاريخ، يعني ليس هو اختراع للحظه دي وانما بنشوف مكوناته في اللحظه دي، زيه زي الكورونا، زي البطاله، زي الكساد، زي اللحظات اللي بيحصل فيها يعني نوع من زي ما حصل في أزمات مالية نتيجة الهجرة الكبيرة للأموال إلى آخره. يعني الظواهر دي جزء من ظاهرة إن العالم يحكمه الآن نظام رأسمالي متداخل فيه قوة اقتصادية كثيرة، وطبيعة النظام الرأسمالي هي المنافسة والسوق، وبالتالي الأبس أند داونز جزء من المسألة. السؤال هو واللي جاوبنا عليه بس ما بنيناش على الإجابة، يعني إحنا عارفين إن التضخم ظاهرة عالمية ما فيهاش شك. اثنين، إن 35% من تضخمنا جاي من الخارج. أنا بقول أروح لل 65 اللي عندنا، بمعنى إن ال 65 دول إزاي أكبروا، لأنه دول معتمدين علي أنا على قراري السياسي، ليس على قرار رئيس أوكرانيا ولا رئيس روسيا ولا رئيس أمريكا، إنما بيعتمد على قراري أنا. وأنا من سجلي قبل شهر واحد بس بقول والله إن في كوارتر الفلاني زدنا بنسبة 9%، وبنقول إنه إن إحنا خلال نص السنة اللي فاتت زدنا برضو بمثل هذا المتوسط، إن إحنا هنزيد لأول مرة تتقال كلمة 6%، ومنذ أسابيع قليلة بنقول إنه حجم صادراتنا وصل ل 45 مليار بعد ما كان 30 مليار. صحيح. ولسه الدكتورة منى بتقول إحنا عملنا كذا في الجمارك وعملنا كذا في كذا، فده أدى إلى تقليل الأعباء. إذن فإن إحنا لما المجمل الاقتصادي في المشروع الاقتصادي الوطني المصري اللي إحنا ماشيين فيه في طريقة رؤية 2030، إن إحنا لابد وأن هذا المشروع يستمر، وهذا المشروع قام على أساس تحرير الاقتصاد، بناء عناصر القوة الاقتصادية والمالية والمادية والإنتاجية لمصر، وإنه ده ابتدى يدينا عائد بالفعل، فما نجيش لازم نستمر في هذا الطريق. وأقول نستمر في هذا الطريق أن يكون هناك تحرير في الاقتصاد. موضوع العيش وإن أنا علشانه أبتدي أعمل حاجات لا علاقة بمنح الناس فلوس أو غيره، أنا رأيي ده أنت لا تلقي على النار يعني أوراق نقدية، إنما اللي تلقي عليه ده يقول من الذي أستاذ نشأت إن إحنا سوف يتضرر من هذا الأمر ضررا بالغا، وندخله في الشبكة بتاعة الحماية الاجتماعية. صحيح. يعني أنا ما أقدرش أقول إن كل موظفي الحكومة عندهم مشكلة، أصحاب الدخول الثابتة بشكل عام طبعاً بيتضرروا أكثر من غيرهم، لكن هل كل واحد فيهم هيتضرر أكثر من التانيين بالضرورة أم لا؟ هنا الكيفية أو الفنيين عايزين نشتغل شوية على إزاي نتعامل، ليس إن إحنا نخلي الفقير أو الغلبان أو اللي واقف قدام البقالة يعمل فيتو على تقدم البلد كلها. صحيح. نحن عايزين تقدم البلد كلها وأيضا حماية هذا الشخص، فإحنا عندنا مظلة للحماية الاجتماعية اللي هي تساعد هذا الشخص، إنما أنا لا أرى كل الناس فينا سافرنا بره، العيش موجود في كل حتة بعشرات الأنواع وحاجات فيها اللي بعشرة دولار وفيها اللي بنص دولار، يعني هنا وكان البيئة الاجتماعية المصرية قبل حكاية العيش وتسعيره بالطريقة اللي احنا بنعمله بيها ده اللي بيؤدي الى اهدار العيش والى اهدار المال العام، كان الشعب المصري بيتصرف بيعمل الخبز في بيته واحيانا بيعمله بشكل جماعي، يعني ومن القضيه بس مش كمان الخبز،
عندنا قضايا خاصه بالاسكان، ما يكون عندنا 10 مليون وحده سكنيه شغيره صحيح غير مشغوله، بينما عندي دماغ كان عندي مشكله في موضوعات الايجار، موضوعات الملكيه، موضوعات كثيره لها علاقه بهذه القضيه، مش كل القضايا، لكن انا ما اقدرش اغفل على ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. احنا على فكره قللنا عدد قللنا وارداتنا بحوالي 10 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، 10 مليار دولار من 72 مليار الى 62 مليار. احنا ابتدينا نشتغل واعتقد ان لازم نستمر في ذلك. القضيه ليست الاحمال محل الواردات فقط، لابد ان نركز على الجانب التصدير، وده اللي موجود ان احنا بنعمل قيمه مضافه على الرمل الابيض اللي كان بيتباع زمان ب 40 دولار الطن، ودلوقتي لما انا بعالجه واحوله لزجاج او احوله لالياف ضوئيه بيبقى بكم هائل من النقود على الرمال السوداء، على الرخام، على غيره، كل الحاجات اللي هي موجوده في مصر في ال 17 منطقه صناعيه اللي احنا هنعملهم. اذا علينا ان احنا بندعم على هذا الموضوع، لانه لا يوجد بلد بلغت رؤيتها الى 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 قمتها لدول اللي احنا بنحاول نقرب منها زي كوريا الجنوبيه زي الصين زي غيره الا لما بتكون بلد مصدره في الاساس. يعني صحيح. ده السمه اللي بدات مع اليابان وواصله معانا النهارده للدول البازغه او الدول الناشئه. فعلينا ال 65% دول نكبرهم ونؤكد عليهم ونشيل العقبات اللي قدامهم ونستمر في المسيره اللي احنا ماشيين فيها. تمام يا دكتور، تمام. طيب خلينا نروح للدكتور فخري، والسؤال اللي بيطرح نفسه ان البنك المركزي اتخذ قرار خلال الايام القليله الماضيه بانه كل واردات مصر اللي عايز يستورد يستورد عن طريق فتح الاعتماد المستنديه، وتنتهي حقبه الاستخدام مستندات التحصيل، ودي مصطلحات ربما مش جماهيريه قوي، لكن في النهايه في اهداف كان بيقصدها متخذ القرار، ودي عملت حاله من اللغط في بين مجتمع رجال الأعمال والمستوردين تحديدا مش المواطن. تأثير ده على المواطن إيه في الآخر؟ هو سؤال طبعا يعني محتاج تركيز شوية عشان برضو المشاهد ما يتوش معي، بس فعاوز أقول إنه اللي اتخذه البنك المركزي ليصب في الصالح العام، ده بدايته، يعني إنه في ظل ما هناك يعني قوة دفع لزيادة صادرات مصر بحيث توصل ل 100 مليار، وده طبعا يعني حلم يعني قابل للتحقيق، ما عادش بعيد المنال بعد ما وصلنا ل 45 من 32 او 31 ونص لحد النهارده، وصلنا خلال عام ل 45 مليار سواء السلع البتروليه الصادرات البتروليه او صادرات غير البتروليه. اذا قطعنا نص الايه المشوار، اذا بمقدار ما احنا بنشجع الصادرات يبقى في نفس الوقت اخلي بالي انه لازم ارشد الواردات. فانا لما الاقي النهارده تلتين الواردات مستلزمات انتاج ومواد خام وخلافه، ده جيد جدا ما اقدرش اجي ناحيتها. صح. لكن عاوز اقول طب انا بس يعني لما الاقي ان الفجوه ما بين صادراتي اللي هي كانت 30 بقت 45، انا عاوز برضو اقلل ورشد وارداتي. فلا انا عايز يعني مصر تدخل ضمن سلاسل الامدادات، يعني الدول زي فيتنام مثلا اللي دخلت في يعني تجربه عايزه تدرس يا دكتور، لا النهارده اجد انه صادراتها تتعدى ال 200 مليار ده صادرات، لكن وارداتها قريبه منها. ليه؟ بمقدار زي ما سيادتك قلت بانه ليس عيبا ان انت تستورد، لكن العيب ان انت تستورد عشان أكل. علشان لا عشان مش عشان تاكل طبعًا. عشان تستورد مستلزمات انتاج للسوق الايه المحل، انت يعني للسوق انت لا انت بتستورد لمصانع كجزء من مكونات تصدير بتصدر. مزبوط. في هذه الحاله فبمقدار ما تستورد بيصدروا ب 50 مليار دولار عربيات في تعمل قيمه مضافه عليها وتصدر. صحيح. طبعا في يعني هنا في سلع ذوق المستهلك المصري مش محتاجها، لكن المواطن او في الخارج بيبقى له ذوق مختلف، يبقى عندي لازم يكون عندي يعني تصنيع بغرض التصدير في هذه الحاله. اذا النهارده لما المصنع يستورد مستلزمات انتاجه
يبقى هيضيف عليها قيمة مضافة ويصدر. إذا هنجد المسافة أو الفجوة ما بين صادراتي وارداتي تبقى قليلة. ولذلك النهاردة البنك المركزي بيبص للمسألة، أنا النهاردة عندي خمس مصادر للنقد الأجنبي بنسميها 5+1، إيه الخمسة دول اللي هم صادراتي؟ أيوة تحويلات المصرف الخارجي، سياحة قناة السويس، ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. دي كلها لما تضمها مع بعض مع تعافي الحاجتين اللي اتأثروا بكورونا، اللي هو السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت تتعافى مع السياسات الحكومية في أنها تبدأ يعني الأمور تحسنت. فإجمالي الخمس مصادر دول بخلاف الواحد اللي أنا هتكلم عنه 60 مليار دولار، لا يا فندم أكتر، ده يوصل لحوالي 85 مليار، 80 ل 85 مليار مع التعافي. احنا النهارده لما تبص التحويلات وصلت ما يقرب من 32 مليار، اعلى حاجه صراحه. صادراتي يعني وصلت كام النهارده؟ 45. يبقى اذا قربنا على يعني دخلنا في ال 85 وقد نقترب لل 90 مليار. طب انت احتياجاتي قد ايه؟ طب بالظبط وارداتك بقى، ما انت الواردات هي اللي بتستهلك النقد الاجنبي. وارداتك النهارده كام؟ 76. صعدت من 60 65 70. النهارده بنتكلم في بقى مش كل حاجه مسجله، توصل يا فندم الى 75. النهارده لما الاقي انه انا حصيله النقد الاجنبي بتاعتي اللي هي 85 قد تقترب من 90، لما يتاكل منها عشان وارداتي زادت عن 70، يبقى ما يتبقى ليك من النقد الاجنبي حوالي 15 مليار دولار. طب انت عندك ايه؟ سداد اللي هو اقساط الديون والدين. سداد اقساط الدين، ما انت في هذه الحاله انت استدنت، بتستدين ليه؟ مش عشان تاكل وتشرب، عشان تعمل مشروعات قوميه، عشان ابني البلد، عشان تبني مصر. وبالتالي ما يتبقى لازم طبعا هيوجه لدفع الاقساط في هذا. اللي بيسعفني في هذه الحاله زائد واحد، انا قلت خمسه اللي قلتهم زائد واحد اللي هو عباره عن ايه بقى؟ اللي هو صناديق الاستثمار الاجنبيه اللي بنسميها الهوت ماني دي. ده بتدخل مصر زي اي دولة، بتدخل دول العالم معها مئات المليارات من الدولارات، تدخل مثلا مصر تحط الدولار المليار دولار عند البنك الاهلي وبنك مصر عشان هو خارجة تاخدهم، بس بتاخد المقابل بجنيه مصر عشان تشتري اذنات وسندات خزانة، بتاخد عليها 13-13.5% احسن لها من ان هي تستثمرها في اي دولة تانية. ولذلك بنقول في هذه الحالة بتبدأ، لكن لو حدث يعني اي صدمة زي كورونا كده خرجوا ب 17 مليار مرة واحدة. ولذلك البنك المركزي ده حدش يعرف انه في شهر مارس مع بداية الوباء طلع قد ايه؟ طلع 17 مليار مزبوط. 17 يعني البنك المركزي يعني بيحتاط احتياطات كبيرة. البنوك البنوك بتاعتي وفرت من 17 مليار، البنوك الكبيرة بالذات 8 مليار من البنوك الكبيرة مليار دولار، والبنك المركزي طلع من الاحتياطي بتاعه من 45 مليار 9 مليار. يبقى 17 في يعني عندما وقت كان يعني ده بيدي مصداقية ليك بدليل انه صناديق الاستثمار الأجنبية رجعت لنا تاني لما لقت ان في مصداقية، عندما تطلب اموالها بتلاقيها حاضرة. اذا القرار في مصلحة في الصالح العام زي ما حضرتك قلت. لكن مع احترام الشديد طبعا للاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات واللي هو جمعية المصدرين، حقيقة طبعا لهم مصالح وفي ناس طبعا كتيرة، طبعا ده مجتمع كبير وضخم في هذا الحال. فلابد ان احنا نبين ان احنا مصر زي ما انا بقول دايما جزيرة امنة بس في قلب بركان حوالينا، يعني التوترات الإقليمية اللي حوالينا والعالمية. نشوف بقى روسيا والتحالف الغربي يا باشا، بعيد عن روسيا أنا الإقليم مضطرب غربا وشرقا، أنا بقول في أنت في قلب بركان. ولذلك النهاردة إذا أخذنا الأمن القومي وإنه سعر الصرف بتاعي وإنه لازم أرشد زي ما بصدر، أعمل حسابي أن وارداتي تبقى مرشدة في هذه الحالة علشان أقدر. النهاردة هيلام المحافظ البنك المركزي أو البنك المركزي هيلام إذا ما اضطرب سعر الصرف الإيه؟ الدولار صحيح. في مصر وإحنا شايفين حوالين الدول كلها، انظر إلى سعر الليرة بص لتركيا، بص لكل معظم وغيره وغيره. وبالتالي إذا ما خدنا هذا الإطار الإقليمي والعالمي، أقول في هذه الحالة أنه السياسة النقدية حريصة جدا. وبالتالي أنا طبعا بقول لي يعني هما طبعا أصحاب مصالح وبيدافعوا عن المصالح طبعا ومشروعة في هذه، بس البنك المركزي عندما اجتمع في هذه الحالة قال هنستثني السلع اللي هي
الاساسيه والادويه والغذاء والشركات الاجنبيه يعني اكتر من يعني دي سلع اساسيه، وكمان الرسوم فتح الاعتمادات تقلل ويبقى فتره انتقاليه عشان البضاعه اللي جايه من بره. طيب يبقى في تفاهم في هذه الحاله، وانا طبعا يعني ببص لي انه احنا كلنا اسره واحده ننظر للصالح العام في هذا المركب واحد، وبالتالي نخلي بالنا يعني. طيب هناخد فاصل كمان وهنرجع نكمل مع حضرتك. مرة أخرى أهلا بحضراتكم، خلينا نواصل هذا الحوار، والكلمة أعتقد لي باشمهندس مجدي المنزلاوي. طبعا بشكر حضرتك فخري بيه على توضيح الهدف من قرارات البنك المركزي الأخيرة. الحقيقة احنا كمجتمع أعمال ومصنعين وطنيين بالدرجة الأولى، ما ننساش ان زي ما حضرتك قلت الأمن القومي في فترة 2010 و 2011 و 2012 كل المصانع كانت شغالة بالرغم من الحظر وبالرغم من المظاهرات، وكانت بتغذي السوق المصري بكل احتياجاته، وما حصلش أي نوع من أنواع النقص في المواد خصوصا المواد الغذائية وكده. يعني إحنا جزء من كيان الشعب المصري، إحنا وطنيين بنبذل كل مجهود عشان نوجد فرص عمل عشان خاطر نقدر نحسن ظروف العاملين عندنا، وعشان نقدر نصدر ونحسن ميزان المدفوعات. بنعمل كل ده الحقيقة وإحنا من دافع وطني يعني. فإذا كان اتقدمت مذكرة من جمعية رجال أعمال مصريين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، فالمذكرة دي الهدف منها الصالح العام بالدرجة الأولى. الحقيقة تم نقاش كثير من الأمور في هذه المذكرة، لكن هي مش دفاع عن مصالح شخصية، هي في الهدف الأساسي هو دفاع عن الاقتصاد المصري بصفة عامة والإنتاج بصفة خاصة. إذا كنا عندنا هدف وإحنا كلنا بنجري وراه إن إحنا نزود حجم الصادرات، فلازم نسهل ونحفز الصناعة المصرية عشان نقدر نزود حجم الصادرات. عمر الصناعه عمر الصادرات ما هتزيد اذا ما كانش الانتاج يزيد، واحنا دايما بنقول ان ده مثلث ذهبي، استثمار انتاج ثم تصدير وتشغيل او تقليل نسبه البطاله بصفه عامه، كل ده مربوط ببعضه. ان ما كانش الانتاج يكون حجمه وفير مش هنقدر نصدر، يا دوبك هيقضي زي ما حضرتك اتفضلت احتياجات السوق المحلي. فعشان نزود حجم الانتاج محتاجين ان احنا نستثمر، وعشان نستثمر ممكن يكون الاستثمار مصري او استثمار اجنبي. حوالي 75% من الدخل القومي اللي الحكومة بتضع عليه ميزانيته حضرتك عارف من الضرائب، والضرائب دي اللي بيدفعها القطاع الخاص بصفة عامة. يبقى احنا القرارات الاخيرة اللي صدرت دي كل اللي احنا حطينا عليه من نقاط للاستفسار كانت النقاط دي الهدف منها الصالح العام. النقطة الأولانية احنا كنا بنتكلم عن الصناعة. الصناعة بطبيعتها في بعض الأجزاء وقطع الغيار والمكونات الصغيرة اللي هي قيمتها ما بتكونش عالية، وبالتالي القرار بتاع $5,000 باعتماد الكاش أجينس دوكومنت دون ده طبعا بيعيق شوية عملية استيراد هذه المكونات البسيطة. يمكن امبارح مثلا صناعة النسيج اتكلموا عنها، صناعات كل الصناعات الحقيقة احتياجاتها اكتر بكتير من $5,000 على شرخات الاحتياجات اللي نسميها عاجلة اللي هي مكونات صغيرة. بعض المصدرين ما بيقوش الحقيقة مرحبين قوي بفتح الاعتمادات، لان ده بيعني ليه حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو محتاج إنه يقدم مستنداته مظبوطة عشان يتأكد إنه هو خد هياخد الفلوس بتاعته، ومحتاج إنه يبقى عنده عمالة أو ناس عندها خبرة ودراية لتقديم المستندات بصورة صحيحة، لأن كلنا عارفين إن المستندات دي لو فيها غلطة في اسم أو في كلمة أو في حرف ممكن المستندات دي تبقى فيها ديسكريبانسي
وده يعطل كتير قوي من عملية الإفراج. بس السيستم مش هيتعامل على أساس إن في عوار في فهم الناس للسيستم. المفروض السيستم يكون الصح صح. يعني فكرة إن في دقة المستندات وكتابتها وغيرها تعوق، المفروض أعلم الناس مش غير السيستم. إحنا مش بنتكلم على الناس اللي هنا، إحنا بنتكلم على الناس اللي بره كمان. العالم ماشي ازاي يا باشمهندس؟ العالم لما بيشتغل في اعتمادات مستنديه مرات كتيره بيجي فيها ديسكريبنسي او بيجي فيها عوار، واذا ما كانش طبعا ده بيتم مراجعته في بنك في الخارج، البنك المراسل اللي بيبعت المستندات للبنك في مصر، ولما البنك في مصر بيستلم المستندات بيراجعها وبعدين بيسلمها للعميل وبيقول له اوكي انا هحول الفلوس لان مستنداتك زي ما انت طلبت. المستندات دي لو فيها عوار بتعيق عملية الإفراج الجمركي فبيرجع تاني يروح للبنك. أنا مش عاوز أروح للتفاصيل قوي، يعني عاوز أتكلم بصفة عامة أكتر يعني، إنما أقصد أقول إن موضوع الاعتمادات المستندية هو الحقيقة بيمثل حاجتين، بيمثل تكلفة إضافية لأن لو في تسهيلات من المورد مدتها مثلا سنة أو 9 شهور أو 6 شهور فأنا مضطر إن أنا أفتح اعتماد بهذه المدة. طبعا المحافظ البنك المركزي خد في اعتباره بتعليمات ان مستندات التحصيل الرسوم اللي بتحصل فيها لفتره واحده اللي هي 3 شهور هي اللي تطبق على الليتر اوف كريديتس، لكن لو الليتر اوف كريديتس دي كانت ممتده لمده 6 شهور او 9 شهور او سنه يبقى هتدفع الرسوم دي 3-4 مرات. قرار طبعا في موضوع الاعتمادات يعني الحقيقة بيكلف أكتر شوية وفي الوقت يمكن يستهلك وقت أكتر شوية، وبعدين عندنا بعض الموردين الخارجيين مش بيرحبوا قوي بالاعتمادات لأن علاقتهم بينا بتبقى علاقة ثقة، يمكن مرات بيطلب الفلوس إن أدفانس أو بيطلب الفلوس بداون بيمنت وبيبقى ضامن إن أنت بتتعامل معاه مدة طويلة فبيسمح لك إنك أنت تحول الفلوس بعد 60 يوم أو 90 يوم. يبقى التسهيل ده اللي انت بتاخده من المورد من بره بيعتمد على سمعتك وعلاقتك بيه في سنين كتيره. مجرد ان انت بتيجي تطلب منه هفتح لك اعتماد بيبدا يشيل هم هيعمل ايه في المستندات وما شابه. ده ما يخص الاعتمادات. طب احنا ايه طلباتنا؟ طلباتنا ان الصناعه بطبعها يعني محتاجه تايمينج معين عشان تقدر تطلع المنتج بصورة اقتصادية، فلو تأخرنا في الوقت ممكن المصنع يعطل، فمحتاجين ان $5,000 على الاقل تبقى مثلا $30,000 وتبقى مقبولة ان احنا نقدم كاش اجينست دوكيمنت للصناعة في حدود $30,000. ده هيسر كتير في قطاع الغيار وهيسر كتير في بعض المستلزمات البسيطة اللي ممكن تعيق عملية الانتاج بالنسبة لنا. ده طلب بيتهيألي مش بنطمع فيه، يعني ان هو ممكن يؤدي الى نتيجه ايجابيه بالنسبه لينا كصناع. طيب مهم نسمع الاستاذ هاني ابو الفتوح فيما يتعلق بهذا هذه القرارات. هل كما يعني يقول البعض في مجتمع الاعمال انها ستزيد الاسعار سببها؟ يعني دعنا نتكلم بنوع من المصارحة والمكاشفة. الاعتقاد أنها في نوع من زيادة الأسعار يعني حتما هتكون موجودة. الشيء اللي دايما الواحد بيخاف منه أن مع يعني في بعض فئات المتعاملين في السوق هينتهز هذه الفرصة وبطريقة غير سليمة أن هو يمرر بعض التكاليف او الخسائر السابقه بحجه ان ده والله من جراء النظام الجديد اللي هو وقف الاستيراد بنظام مستندات التحصيل، فده هيبقى يعني شيء يعني من الممارسات السيئه في السوق، وصعب جدا ان يتم التحكم فيه 100%. أنا زي ما حضرتك شرحت إن هو مدة الاعتماد المستندي بتبقى غالبا ب3 أشهر، وإنما في بعض الاعتمادات بتكون أكتر من كده، فالعمولة هتكون زي هتزيد، زائد إن عمولة البنك الخارجي البنك المراسل وفي عمولة بنك وسيط
وفي عبء اكبر في عند يعني عندما يحدث الخلافات على المستندات اللي هو discrepancies، تقديم المستندات من المصدر. الفحص المستندات بيتم من خلال بنك المصدر وبيخطر بالبنك المستورد هنا في مصر، وقد يقبل هذه الخلافات، انما هذه الدوره فيها عده ايام قد تاخذ، لان اشتغلت اعتمادات مستنديه في بدايه حياتي، فاعلم يعني ان هناك من الناحيه العمليه في الاعتمادات المستنديه عمليه فنيه الى بعض اللخبطه، عمليه عالميه صح كده، وفنية ارتباك، هتؤدي شويه ارتباك صح زي ما فهمت من المنصب، يعني هتاخد ارتباك، هتاخد وقت اطول، مش ارتباك يعني لخبطه، لخبطه في مصالحهم يعني الصناعيه. معلش يعني اتحملني، هل حضرتك كصناعة من الممكن ان تتحمل بعض اللخبطه بين قوسين في طريقه ادارتك وتكاليفك وارباحك، افضل ما الدوله تتعرض للخبطه توقعنا كلنا؟ طبعا يعني وحدك احنا بنك تو بنك احنا كصناعه دايما بنشتغل بليتر اوف كريديتس في اشخاص في الارقام الكبيره كلها، يعني بتيجي تستورد خامات، تستورد خامات رئيسيه، فانت بتفتح اعتماد مستندي لان بتبقى قيمتها كبيره. وانا فاهم ان نظام الحوكمه دون هيعود ايجابي بان الجري ماركت يمكن يبدا يتحجم لحد ما، لان هيبقى الموضوع باعتمادات مستنديه صحيح وشركات خارج، ده احد الفوائد يا فندم. فالجري ماركت يعني ده لصالحنا برضو، لصالح الصناعه المصريه، يعني الجري ماركت ده لما بيبدا يخف شويه علينا، لان ده المنافس الغير شرعي بالنسبه لنا، وهو ده اللي بيأثر، ده اللي مأثر عمر الصناعه المصريه على منافستنا. فانا كنت متخيل حضرتك انك انت هتشيد بهذه الاجراءات اللي هتعرقل السوق الرمادي اللي حضرتك قلت عليه. لا ده جزء ايجابي، ان التجار هم اللي زعلوا. لا بص حضرتك، هو في جزء ايجابي وجزء سلبي. الجزء الايجابي زي ما انا بقوله كده منتهى الشفافيه، يعني تمام. الجزء الايجابي ان الجري ماركت هيحصل له نوع من انواع الضغوط عليه. مبروك يا دكتور امون، الجري ماركت راح خلاص. لا مش راح، يا ريت. انما في نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك، دوره الانتاج وعجله الانتاج عندنا قد تتعطل بعض الايام، وقد يكون في بدايه تطبيق القرارات ولا على طول؟ لا بص هداك، القرار كمان لما نزل ما اداش فتره سماح، يعني على طول قال يوم 22 يعني بكره خلاص. بس الحاجات اللي مشحونه تيجي برضه ما يعني انت عشان خاطر تقدر تؤهل المورد بتاعك ان انت هتفتح له اعتماد، والاعتماد يوصله وهو يراجعه ويبدا يوافق عليه. احنا حضرتك اي اعتماد بيتفتح بنبعت درافت الاول للسبلاير علشان خاطر يوافق عليه، لان هو بيبقى عنده وجهه نظر فيه، لانه بيبقى فيه شروط، يعني ده تعاقد حضرتك بنكي، فدايما التعاقدات البنكيه بتبقى فيها جزء ليجال يعني، والناس بتحب تبص عليها بدقه اكتر. تمام. حضرتك ما قطعناك معلش. لا لا انا هو طبعا يعني الصالح العام يعني أيوة. حوكمت الاستيراد ده شيء مطلوب، مطلوب ومفيش خلاف عليه، يعني ده هدف يجب ان احنا نلتف حواليه. بس يمكن كنت أأمل او متخيل ان يكون في فتره انتقاليه في ولو بسيطه تمهيد للنقله دي، لان المصنعين والتجار عاملين حساباتهم في التدفقات النقديه بتوقيت معينه بتكاليف معينه، فالقرارات يعني من هذا القبيل قد يعني تصيبهم ببعض الضرر، واحنا يعني في الاخر مش عايزين نحمل المواطن في النهايه، والمواطن هو اللي او المستهلك في النهايه هو اللي هيتحمل هذه التبعات. تمام. طيب الدكتور هشام يعني ولا الدكتور فخري؟ دكتور فخري تعليق على النقطتين عشان اقفل الحته دي. انا استمعت جيدا طبعا لقلق يعني المتحدثين في هذا الخصوص يعني، لكن بنرجع مرة تانية بنقول انه يعني اعتقد مجتمع الاعمال قادر على انه يتكيف، وانه في الاخر احنا زي ما سيادتك قلت انه بيصب في الصالح العام. اذا كان في اشياء معينة البنك المركزي بيستمع، يعني اعتقد فيما يتعلق بالسلع اللي هي الاستثناءات، فيما يتعلق ايضا يعني اللي في يعني في مسألة الخمس تلاف يبقوا 30,000، أعتقد دي يبقى فيها ديالوج مع البنك. هو الحقيقة احنا بنطمع ان المستلزمات ممكن البعض يقول لك ليه ما كنش 50، لا 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 مش يعني مش زايدة، لا هو حضرتك مستلزمات الانتاج بصفة عامة
فيها حساسية لأنها ليها علاقة بالإنتاج. فإذا كان مستلزمات الإنتاج هو عادة ما بتكونش بأرقام كبيرة عادة، يعني مستلزمات الإنتاج الصغيرة ما بتكونش بأرقام كبيرة، إنما يعني بنطمع إن إحنا نقدر نعدي المرحلة دي. كلنا بنحاول، بدأنا يعني ما ضيعناش وقت، بدأنا ننفذ القرار، لأن القرار مدام للصالح العام لازم إن إحنا ننفذه كلنا ونتجاوب معه. هياخد يمكن مننا شوية وقت لحد ما نقدر نعمل تيونينج، يعني يعني 30,000 دولار دول ممكن يجيب خمس شحنات. لا 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 ما ينفعش، لا حضرتك القطعه الواحده في قطعه غيار، يعني قصدي يعني في وقت واحد خمس اعتمادات بخمس شحنات عشان اجيبهم ونطلع من القصه. يعني في فتره التضخم العالمي دلوقتي يبقى لازم نكون حذرين، مبلغ 30,000 دولار مش كبير قوي. انا بستورد، يحل مشكله الصناعه، بستورد، بتكلم على صناعه مش تجاره. انا بتكلم على يعني سلعه اساسيه زي القمح، شوف اسعارها وصلت. ما هو وهلم جرى يعني في التزامات، في القمح واللحوم والدواجن كل ده تم اعطاء 12 سلعه تم والادويه والادويه زيت الطعام يعني ده كله الثلاجه يا فندم كلها كل ده جزء ايجابي جدا استثناؤه بان ما يمرش بالروتين بتاع الليتر اوف كريدت او الاعتماد المستند. هو عمره مش كان مطبق في مصر قبل كده ولا شغال موجود دلوقتي؟ لا يعني ايمين، لا اقصد يعني كان مطبق من فترات سابقه، وانتم قادرين على التكيف معاه. هشام عايز يعلق على هذه النقطه. لا انا عايز اقول هو الاصل هو الاليسيز مش مساعده التحصيل، ده الاصل في الموضوع، ده اللي هو شائع في العالم. وبالمناسبه القرار اللي اتخذ مش جديد، وكان فيه ليه ارهاصات من 6-7 سنين من وقت المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز. اعتقد كان في هشام مرتين، اعتقد هشام رامز. وبالتالي حصل تراجع ساعتها شويه. خلينا خفيف في بعض الامور، مساله انه هيدفع التكاليف، ده في بعض الفترات في بعض البنوك تكاليف مستندات التحصيل بتبقى اعلى من تكاليف الاعتمادات بالمناسبه. يعني بقول لك عن واقع التجربه، وانا مش بعيد عن القطاع المصرفي في بعض الفترات. مساله انه لا يعني كده البنوك قالوا غير كده. خليني اقول لك بس، يمكن مجتمع الاعمال ما بيعرفش يحسبها كويس، بس البنوك فاهمه هي بتكسب من مستندات التحصيل في بعض الفترات اكتر من الاعتمادات. بس هي المساله اكبر من مجرد بعد تكليفي تكاليف، لانه في النهايه احنا بنتكلم على ارقام بسيطه جدا بالمقارنه مع قيمه السلعه وقيمه الشحنه اللي بيتم استيراد. لكن خلينا ناخدها من المنظور الكلي، واتصور انه متخذ القرار لما بياخد قرار بالمناسبه في اي على اي مستوى داخل الدوله المصريه، مؤكد ما بياخدش القرار الا اذا كان قدامه معطيات في بعضها بيمكن المكاشفه فيه، وفي بعض المعطيات في بعض الفترات مش من اللياقه انه يتم كشف كافه التفاصيل. احنا مش طالبين. تمام. وبالتالي احنا لما نتكلم مثلا على انه ارقام الاستيراد في المتوسط ما بين 3 و3.5 مليار دولار في الشهر، وبعدين نيجي اخد كام شهر نلاقي انه الارقام بنتكلم في الدبل وفي بعض فترات تريبل سكور، يبقى محتاجين نوقف، لانه مش هندخل تاني في لخبطه على مستوى النشاط الاقتصادي الكلي تخلينا نرجع مره تانية في اصلاح برنامج الصناعه الاقتصاديه. فالحقيقه المساله اكبر ومهم ان احنا ناخدها بمنظور كلي، اخذا في الاعتبار بالتاكيد انه مجتمع العمال وقطاع الصناعه على وجه التحديد مؤكد لا ننتزع درجه خوفهم وحرصهم على الاقتصاد وعلى الصناعه، بالتاكيد ده امر مفروغ منه. لكن خلينا ناخدها من المنظور الكلي، لو طلعنا بصينا للمشهد كله بما فيه المستهلك، بما فيه المصنع، بما فيه قطاع المصرفي، بما فيه مؤشرات الاقتصاد، بما فيها النقد الاجنبي وسعر الصرف وميزان المدفوعات وما الى ذلك، هنلاقي انه لا، اللي بياخد القرار مدفوع ان هو ياخد هذا القرار في توقيت ما. فدي الحقيقه اتصور انه احنا برضو زي ما احنا مش عايزين ننتزع فكره الوطنيه من مجتمع العمل، برضو مش عايزين ننتزعها من صانع القرار وخاصه على مستوى البنك المركزي. نرجع بقى تاني للمساله الاكثر اهميه، انه ما اتخذ هو اللي كان مفترض يتخذ على مدار سنوات طويله ماضيه. احنا الفكره الاساسيه مش ان احنا بنستبدل اليه باليه، هي الفكره الاساسيه احنا عايزين الاقتصاد المصري يقوى، والاقتصاد المصري لن يقوى الا اذا كان نصيب مصر في الاقتصاد العالمي وفي حركه التجاره الدوليه يتزايد. طيب مصر بتدخل في اطار اتفاقات على المستوى الاقليمي والدولي، وفكره انه احنا صدرنا وزاد ارقامنا، احنا ما عندناش مانع على الاطلاق ان احنا ارقام وارداتنا تتضاعف في اطار انه ارقام صادراتنا كمان تتضاعف. وبالمناسبه ايه اهميه ان مصر عماله
تدخل ذاتها في مزيد من الاتفاقات الدولية، الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا، ونضم كل ده. ومع هذا ما زال رجل الأعمال المصري ما بيشوفش غير السوق المصري بس. احنا بنتكلم على منطقة قوامها 1.5 مليار نسمة. أنا محتاج صحيح. أنا محتاج إن أنا أبتدي أدخل في إطار إعادة صياغة للشراكات اللي أنا بعملها مع الوكيل أو المصدر. بمعنى أنت بتصدر لي، أهلا وسهلا، باخد بمليون، أنا ممكن أخد بمئة مليون في إطار إنه المئة مليون هعيد تصدير منها 95 مليون، وهو يساعدني. وخاصة لو بتكلم بقى صادرات من الصين، من روسيا، من غيرها، كلهم عندهم أدواتهم داخل القارة الأفريقية. وبالتالي انا محتاج ان انا يعني يا دكتور هشام حلم الصادرات ال100 مليار اللي قال عليهم الدكتور المفروض يخلي حجم الواردات 120 130، ما عنديش مشكله يتحقق بسهوله شديد. وبعدين نرجع نقول تاني ان احنا كل التجهيز اللي كان بيتم على ارض الواقع على مصلح العمليات داخل مصر كلها كان بيهدف لهذا الهدف. هو المنطقه الاقتصاديه قلاسوس بتتحرك في اطار انه ده يبقى الهب او المنطقه اللي هينطلق منها قطاع الصناعه ويعيد التصدير والتسويق لكل الدول المنطقه. فاحنا محتاجين ان احنا نعيد شكل العلاقه ما بيننا وما بين المجتمع الخارجي اللي هو ما زال نظريته ضيقه. انا مش 100 مليون، انا 1.5 مليار نسمه. وبالتالي ان الاوان ان احنا كل اللي احنا بنعمله في محيطنا الاقليمي محتاجين احنا ننقل الصوره دي. ما يبقاش هذه رساله حكوميه فقط، دي رسالة مجتمع الأعمال إن إحنا موجودين في منطقة ولنا فيها أزرع ومحتاجين تساعدونا علشان نزيد من حجم استيرادنا من عندكم في إطار إن إحنا هنزيد من قدر صادراتنا لكافة الدول المحيط. فإحنا محتاجين إعادة صياغة تاني دي للأدوار اللي إحنا بنلعب. وأنا الحقيقة محتاج إنه الحكومة تاخذ قبعة مجتمع الأعمال، ومحتاج كمان بشدة انه مجتمع الاعمال ياخذ قبعة الحكومه. احنا واخدين القبعه دي بمعنى انه يعني هنتبادل كل قرارات الحكوميه، نتبادل لو تبادلنا الاماكن والادوار. اتصور ان الصوره هنتفق بشكل كبير للغايه. ودي الحقيقه رساله مهمه جدا علشان ما نصدرش للمواطن او المستهلك ان في مشكله، لان هو عنده مشكله اساسا في اتفاق الاسعار، فمش عايز اخليه ينزل دلوقتي حالا ينزل يلحق يشتري. بالعكس اللي بيحصل ده انا مش شايف انه هيبقى ليه انعكاس كبير. اخذا في الاعتبار هو قبل القرار ما يطلع ايه اللي بيحصل في سوق السيارات واسعار السيارات بقى لنا سنه يمكن سنه ونص، ايه اللي بيحصل صحيح. قبل ما القرار يتخذ. وبالتالي انا الحقيقه مش عايز اخلق سبب او مبرر مسبق علشان يحصل ارتفاع في اسعار في مزيد من الاسعار. هو المواطن فسرها كده يا دكتور، وعشان كده من اللحظات الاولى. وبالتالي العام فسر هذا القرار بانه هو المواطن اللي هيدفع فاتوره لحد يا فندم وبيبدا يترجمها على جيبه. خلينا بقى نعيد تاني تصويب المشهد اللي بيحدث في اطار من الحوكمه اللي كان مفترض يتم منذ عشرات السنوات. اللي بيحدث يعطي مزيد من الثقه للمستهلك بدايه انه ما سوف يتم استيراده متشاف من عندي ومتشاف من بره. ما يحدث يعيد درجه الثقه فيما بين مجتمع العمال. مش صحيح انه انا علاقتي بالمورد جيده للغايه ولو دخل فيها بنك اضافي العلاقه هتهتز، بل على العكس هيعطي مزيد من المصداقيه والثقه والامانه في رجل العمال المصري امام المجتمع امام المصدر الخارجي. ولما يبقى في بنكين، وبالمناسبه قدر الخلاف في الاعتمادات بيحدث عليه توافق، وده بيامن مصالح الطرفين. وبالتالي عايز اكد تاني على انه متخذ هو القرار الصحيح، اتأخر، مش عايزين نزيد من درجة الخوف اللي موجودة، مش عايزين نخلق حالة احتقان عند مجتمع الأعمال اللي حدث شيء بسيط طبيعي في إطار إنه الدولة كلها بتتحرك في اتجاه الحوكمة. آن الأوان إنه بعض الإجراءات التفصيلية بيحدث تطوير في وزارة المالية، في وزارة التجارة والصناعة، بيحدث في القطاع المصرفي. إيه المشكلة إنه كمان قطاع الأعمال يدخل في مرحلة التطوير، تطوير في اطار حوكمه المجتمع ككل. تمام. احنا عندنا تطوير طيب. بلاش بعد اذن حضرتك، احنا عندنا التطوير كله متجاوبين معاه. احنا تمام. بنقدم فاتوره الكترونيه، احنا بنعمل داخلين جوه النافذه، بنعمل كل الاجراءات الجمركيه اونلاين. يعني عاوز اقول المجتمع لا تطوير الصناعه يا فندم نفسها ومدفع على فكره بقى ده الكلام دكتور جان. انا عاوز اقول لحضرتك على حضرتك بتتكلم كلام منطقي جدا، بس اعتقد ان جزء منه نظري مش عملي، لان حضرتك لحد النهارده الصناعه محمله باعباء كثيره، وده سبب في ان هي ما بتنطلقش للمليار ونص اللي حضرتك بتقول عليه. لا نظره رجل الصناعه ما زالت مش نظره، مش متسعه عشان تستوعب المنطقه بالكامل اللي فيها. اعباء حقيقيه بتتحملها الصناعه المصريه، ونظره المجتمع للصناعه المصريه
لحد النهارده ما اتغيرتش. خلي بالك ان لحد النهارده كثير من الجهات الحكوميه بالرغم من وجود قانون تفضيل المنتج المحلي مش بينفذوه. فانت بتطلع منتج مصري كلام ده مهم جدا على فكره جوه بلدك فخري بيك كلام ده مهم جدا والجهات الحكوميه اللي ولا ينفذ هذا القانون. ليه؟ لانك انت ممكن يكون سعرك لان القانون بيسمح لك ب 15% سعر زياده عن المستورد، لكن المناقصه بتروح للمستورد بغض النظر عن الجوده بتاعته. يا باشمهندس سياده الرئيس، باشمهندس معلش، سياده الرئيس وجه رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي والقائمين على مشروع حياه كريمه اللي هيكلف قرابه التريليون جنيه انه الاعتماد يكون على الصناعه المحليه، وقال كده فرصه للصناعه بتاعتنا نشوف احتياجاتنا ويبداوا يشتغلوا فيها. واعتقد ده اتحاد الصناعات عند حضراتكم وجمعيه رجال الاعمال والغرف التجاريه مع رئيس الوزراء، لانه احنا مش عايزين التريليون ينفق بره يشغل عماله بره، انا عايز يشغل عماله عندي. خلينا نروح للدكتوره وفاء، ودايما الطاقه والبترول والغاز بتاثر على اسعار النقل سواء سلاسل الامداد او النقل الداخلي. لو سعر البترول اللي وصل دلوقتي ل $100 مخيف، فالناس بتقول يعني سعر البنزين هيزيد تاني بالتاكيد لو جينا عملنا اللجنه وهيزيد يزيد، ما احنا خلاص ارتبطنا بالسوق الدولي. لكن نسبه الطاقه في وسائل النقل بيتم مضاعفه الاسعار بشكل 3-4 مرات، وهي كام في الميه من التكلفه؟ اعتقد يمكن 5-6% 7%، ما اعرفش الخبراء يقولوا ايه. يعني تكلفه الطاقه في منظومه النقل هل بتتساوى مع الانفلاتات السعريه اللي حاصله؟ بص، هو الحقيقه يا فندم احنا عايزين قبل ما ارد على حضرتك على سؤال حضرتك بعد ما استمعت لكل الساده الافاضل المتحدثين، ان رغم كل ما تحدثنا عنه ولكن مصر الحقيقه بتتحرك في اقتصادها من قاعده اكثر صلابه، بدليل ان احنا الحقيقه يمكن من الدول يعني المنفرده اللي حافظت على ديمومه اقتصادها، وده سر النجاح. ويمكن حضرتك في اول حديثك اشرت لكده ان كل الدول دخلت في الاصطفاف، لان الحقيقه احنا كان عندنا ما عندناش تعارض في المسارات، مسار المحافظه على الارواح ومسار دفع عجله الانتاج. احنا الحقيقه قطاع الطاقه يعني حقق قصص نجاح الحقيقه ايجابيه جدا، يعني يمكن هو من القطاعات اللي هي الابرز في الفتره طبعا اللي صحيح ومساهم في حجم الصادرات برقم محترم 12.9 مليار دولار. والحقيقه ان الدوله وحاطه فيه منهجيه بتعتمد على الحقيقه اداء مؤسسي مهم جدا. ولكن بالنسبه لاسعار بقى الطاقه، والدوله بتبذل جهود ومبادرات في تحويل السيارات الى الغاز الطبيعي. طبعا احنا يعني بنحيي هذه الجهود قبل مؤتمر التغيرات المناخيه COP27، وعلى فكره التغيرات المناخيه سبب من اسباب ارتفاع الطاقه عالميا، وهي اللي بتاثر ايضا على تكاليف شحن سلاسل الامداد والتوريد، لان تكلفه النقل نفسها او تكاليف الشحن بتمثل نسبه كبيره جدا. انما حضرتك المنظومه النقل الداخليه لما انت يعني بتبص هي في سياسه احنا قد ايه يا فندم، انا برضو بس السؤال ده للجميع، لا هو قد ايه تكلفه النقل؟ هي المفروض يا فندم جزء في تكلفه السلعه عموما، يعني المفروض انا قريت 6-7%، يمكن معرفش الرقم صح ولا لا، تتعدى 7%. المفروض انها لا تتعدى 7%. بس هو الحقيقه في نقطه مهمه جدا، ان احنا مصر بالظروف اللي مر بيها، وزي ما الدكتور فخري تفضل وقال احنا جزيره وسط يعني امنه وسط جحيم، الحقيقه احنا عايزين ننظر الى نقطه ايجابيه تكون شديده التفاؤل شويه. احنا الحقيقه مصر يعني مرت علينا ظروف، لكن في ملف الطاقه تحديدا انا عايزه الفت النظر بس عشان احنا شايفين ما يحدث في العالم ويمكن بدانا الحديث بيه. الحقيقه على خلفيه الاكتشافات بتاعه المتوسط، السيد الرئيس قدر بالزخم السياسي والحقيقه الدبلوماسيه الرئاسيه يحول هذا الصراع في المتوسط من تأجيج الى وسيله لخدمه السلام الاقتصادي. ونخلي بالنا ان هذا الملف بابعاده هيأثر على المراحل القادمه، لان انت حضرتك هذا القطاع لوحده ساهم في الناتج القومي ب 27%. هذا القطاع وصل معدل النمو فيه من سالب 11 الى موجب 25% في فتره قليله جدا وهي 7 سنوات. تصدرت يعني حضرتك دلوقتي في يعني قضيه الموضوع الغاز، خلينا نشوف احنا عندنا ابتكارات مصريه. ويمكن السيد الرئيس في لقاءات كثيره تحدث عن ملف الطاقه وملف الغاز،
خلينا نبص بمنظور اخر لان هو هيأثر علينا في الفتره المستقبليه. الحقيقه احنا عندنا ابتكار يعني سياسي ابداع مصري وهو منتدى غاز الشرق المتوسط اللي هيبان دوره في المرحله اللي جايه، ويمكن هنيجي تاني نتكلم في النقطه دي تحديدا، الصراع اللي داير بين روسيا واوكرانيا والدول العالم الاوروبي مع بزعامه امريكا. الحقيقه اللي عندنا هي مراقب في منتدى غاز الشرق المتوسط، يعني تحديدا امريكا موجوده. انا معلش يا دكتور وفاء، الكلام اللي بتقوليه حضرتك عظيم وصحيح 100%، تاثيره على الموجه التضخميه اللي موجوده في مصر. الموجه انا فندم لانه الراجل اللي بيسمعني دلوقتي ولا امي في البيت بيسمعني بتقول لي اتكلموا على اوكرانيا وروسيا والغاز المتوسط والحاجات العظيمه اللي بتغلوا البنزين ليه؟ هي هتقول لي كده، فانا عايز ارد على الناس اقنعهم يا فندم. يا دكتور فخري انا بقول صح ولا غلط؟ في اسباب طبعا. الحاج عنده عربيه. في اسباب في اسباب. خلينا كمان نقول ان مش بس ازمه روسيا واوكرانيا، احنا عندنا ملف لو جينا لورا شويه يا فندم، سياسه الاوبك بلس اللي كانت في عز ازمه كورونا، تحديدا في بدايه ازمه كورونا، ودي سبب رئيسي في قلة المعروض والشح العالمي اللي حضرتك موجود، بينما الطلب يتضاعف لأن الدول اكتشفت أن سياسة الغلق أشد ضرراً. كله اندفع يا فندم، بعدين عايز يعيش بقى. لا بص حضرتك، أشد ضرراً، الضرر الاقتصادي أشد ضرراً من الأضرار الصحية. صحيح. فبدأت حركة الطيران تعود، تشغيل المصانع بدأ يعود، فطبعاً ده بيترتب عليه زيادة في استهلاك الطاقة والوقود. سياسة الأوبك الحقيقة هي عملت مكتسبات كبيرة جدا، فهي مش عايزة تتخلى عن مكتسباتها، ودلوقتي في جاب كبير جدا بين الطلب العالمي والمطروح عالميا حوالي 10 مليون برميل يوميا. ده بيسبب إيه يا فندم؟ هو أكبر أسباب الموجة التضخمية. الطاقة داخلة في كل حاجة، الطاقة تسبب ارتفاع أسعار كل شيء، كل ما نتحدث عنه بسبب ارتفاع الطاقة. الحقيقه يعني في ملف كبير جدا للطاقه عشان نتحدث عنه، ولكن انا بس عايزه اقول للناس يكونوا اكثر تفاؤلا في المرحله القادمه، لان دعوه للتفاؤل من الدكتور وفاء. طبعا لان دعوه للتفاؤل من الدكتور هشام، وانتوا قاعدين جنب بعض فالتفاؤل عدوى، خد عارف. لا وصابت على اصابه الدكتور فاخر، وانا متفائل معاك والله. الدكتور ابو العاص طبيعي متفائل. انا متفائل جدا طبعا، بس احنا لازم نقول زي ما قال الدكتور خالد في الاول، وانا اثني على هذه وبستدعيها منك دايما، المكاشفه مع الناس هو سر النجاح. والله انا شايفه في البدايه قال انه قولوا للناس، اشرحوا للناس الحقيقه، لان شركائي في الموضوع، لان انا عايز منهم الحقيقه اشياء، وعايز يبقوا موجودين جوه المنظومه، وعايز انقل لهم ملامح التنفيذيه من الخطه الاستراتيجيه للدوله. صحيح. وحجم التحديات، والتحديات مكمله معايا لغايه فين، ايه الخطوات اللي مطلوب ان احنا جميعا الجميع في مركب واحد. صحيح. يعني واقعيا فمطلوب ان هم يكونوا موجودين معايا، ومطلوب معايا في ضوابط، يعني زي ما مفككنا مشهد البنك المركزي والصناعه والكلام كلام محترم من كل الاطراف. بالظبط. صحيح. يعني صحيح. اظن ان ده مطلوب. اولا كمان في نقطه مهمه جدا، ان مصر في الفتره، يعني الحقيقه احنا بنشكر الجهود الحكوميه والاداء المؤسسي، لانه بيفكر في الاقتصاد التشغيلي، ودي نقطه مهمه جدا، ان هو بيسعى الى الاقتصاد التشغيلي. المشروعات القوميه وحياه كريمه اللي حضرتك اتكلمت عنها، وكل المشروعات اللي الحقيقه بتستهدفها الدوله، وكل القطاعات اللي الحقيقه بيبذل فيها جهد مؤسسي باحترافيه. صحيح. الحقيقه بتستهدف اقتصاد تشغيلي وليس اقتصاد تمويلي، لان الحقيقه موجه الاعتمادات المستنديه خلت بعض الاصوات تقول ان الدوله بتنادي باقتصاد تمويلي. لا الحقيقه لا. طيب. هي الدوله بتسعى الى اقتصاد تشغيلي وبتزيد من الاقتصاد التشغيلي. دكتوره منى، يمكن في نقطتين احنا بنتكلم فيهم، يعني دلوقتي الموجة التضخمية اللي بتضرب العالم دي حاجة، والحاجة الثانية قرارات البنك المركزي. القضيتين دول أو الموضوعين دول إيه أثرهم على التطوير اللي بيحصل عندكم في الجمارك؟ هل يعني متوقعين يعني حاجات معينة هتحصل؟ هل في عندكم وحدة للتنبؤات؟ بص يا فندم، احنا خليني أقول إن أكيد كل القرارات اللي بتتاخد في الدولة بتسمع في بعضها وبتطلع في الآخر منتج بيأثر على المواطن. اللي أنا مع حضرتك إن هو لازم يعرف قبلها هيستحمل فخليه يستحمل برضا، يعني أما يبقى فاهم هيستحمل برضا. في الجمارك الجزئية اللي مع البنك إيه؟ إن في
عجباني يستحمل البريضه دي بدل ما يبلعها. مجد بيه يعني قال يعني قلنا للسماء والارض اتضوا وانا قناه اتينا طاهر. احنا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف على طول في تنسيق كامل بنقول الكلام يعني في تنسيق كامل كامل قبل ما بنطلع اي حاجه الحقيقه بتطلع بنقعد. بس معلش انا اسف لكما واجب على الدكتورة منى والدكتور محمد معيط ان هو يشرك ويناقش مجتمع الاعمال قبل القرارات الاصلاحية. تاخد وقت دايما جداً. بيعمل كده دايما. لكن البنك المركزي دايما بيعمل كده. انا بقول حاجه بس معلش البنك المركزي في تقديري وقد اكون مخطئ انت تصحح لي. البنك المركزي بقراراته النقدية دائما ذات طبيعة حساسة سيادية. ما يعني ما ينفعش اعمل حوار مجتمعي وانا بكره هغلي الفايده تبقى مصيبه. ما اعملش اعمل حوار مجتمعي وانا بكره هعمل يعني انا اتصور طبيعه القرارات مختلفه. انا صح ولا غلط؟ لا صح. اتفضل يا فندم. فاحنا ايه بقى اللي بيتاتش مع البنك المركزي؟ احنا خلاص هنعمل تكامل مع البنوك بين جوه وبره في المنظومه الجمركيه بتاعتنا. التشبيك بقى التشبيك المحوكم. فاحنا طبعا قصه الاعتمادات المستنديه وان كنا احنا مش اصحاب القرار فيها ولكن هنستفيد منها طبعا وهتبقى استفاده هايله لان كده البنوك اللي هتكلم بعض هتبقى سهله جدا هتخلص لي الاجراءات اسرع. كل الاطراف بقى معروفه وواضحه. الاقتصاد الرسمي هيبقى قوي وهيبقى باين هو اللي هيبقى يعني باين. انا بشوف ان حضراتكم في الاخر دي حاجه تحفزكم قدام شويه. ليه؟ لان مش هيبقى موجود في السوق كله جوه مصر سواء اللي بيستورد او حتى اللي بيصدر غير الناس اللي كل بياناتها واضحه ومكشوفه. المنافسه هتبقى بشكل يعني شريف بالظبط شريف. ودي في حد ذاتها ميزه احنا مش سهل ان هي تتعمل في مجتمع احنا بنصلح كل حاجه فيه دلوقتي. يعني احنا هي المشكله ايه اكبر حاجه دلوقتي؟ نكمل اصلاحات كتير قوي فتيجي تقول طب اعمل دي ولا دي. لا احنا عايزين نعمل كل الاصلاحات وان كان احنا هنتحمل شويه بس بعد شويه هنكتسب حاجات اعلى كتير. جميل كده. طيب نشأت مع دكتور فاكر عايز اقول حاجه صغيره دكتور عبد المنعم انه حكومه الدكتور مصطفى مدبولي حقيقه مع تحفيز من القياده السياسيه بانها حطت برنامج من سنه 18 19 لحد 21 22 البرنامج ده ينتهي في يونيو اللي جاي ان شاء الله. هذا البرنامج الحكومي بيتعرض على البرلمان يعني وجم البرلمان فعلا في بدايته اللي احنا بدأنا في سنة 21 فعرض يعني ما تم إنجازه وكل وزير برضو قال ما تم إنجازه وما سيحقق في الفترة اللي هي لحد يونيو القادم اللي هو برنامج 4 سنوات. يعني خلال هذا البرنامج في حاجتين مهمين جدا. عندما طبعا البرنامج من 18 19 ما كانش فيه كورونا 19 20 كان ربعها كورونا بس يعني في منتصف فترة البرنامج يعني كانت كورونا وبالتالي في هذه الحالة بالرغم من هذا إلا أنه برنامج الحكومة قدر يعمل حاجات يعني كل المؤشرات الاقتصادية حقق الاستقرار الاقتصادي نمرة واحد والاستقرار الاقتصادي بإيه ببرنامج فعلا برنامج غير البرنامج اللي هو من سنة 16 و 19 عمل برنامج اللي هو اللي من خلال ما نسميه بستاند باي ارينجمنت مع صندوق النقد الدولي لما بدات كورونا على طول قدر يعني يتعامل مع صندوق النقد الدولي بعد الاصلاح الاقتصادي الثلاث سنوات دخل في برنامج وقدر ان هو يستفيد بعضويه مصر في صندوق النقد الدولي وحصلنا على تمويل. هذا التمويل قدر ان هو الشح في السيوله قدرنا نتغلبه. حاجه ثانيه حط على طول برنامج اسمه برنامج الاصلاح الهيكلي. الإصلاح الهيكلي عشان مشكلة اقتصادات الدول النامية والناشئة هي في تشوهات في داخل جسم الاقتصاد. فما يحدث حاليا ومن ضمنها برضو اللي هو موضوع الاعتمادات المستندية والتحول من المستندات التحصيل وخلافه ده في إطار الإصلاح الهيكلي. ده عشان الإصلاح الهيكلي عشان يزود صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات. احنا صدمات اجتماعية في العالم كله يعني صدمات اقتصادية صدمات بيئية عم ناخد تطعيم دلوقتي وبالتالي الاقتصاد بتاعك أصبح أكثر صلابة. النهاردة لما الاقي الاقتصادات في ظل كورونا تراجعت وكانت بالسالب النمو أنا كان موجب كمان إن أنا في الفترة اللي هو بنهاية السنة دي يعني نتوقع أن يكون أكثر من المستهدف بدليل أنه في النص الأولين 9% مع الأخذ في الاعتبار تأثير الإيه سنة الأساس ممكن يعني. نوصل لستة يعني في السنة دي
يعني 6-6.5%، ده توقعاتنا مع النص الاول كان 9%. طبعا بناخد بعين الاعتبار سنه الاساس، احنا عارفين كده كويس كاقتصاديين. عاوزين الاقتصاد يكون كمان بنلاحظ انه يكون اكثر انصافا. شبكه الحمايه الاجتماعيه النهارده فندم حدث ولا يعني شبكه الحمايه بتخلي اعاده تصميم لشبكه الحمايه الاجتماعيه من اول التوظيف ومنظومه الرغيف العيش رغيف الخبز و سلع تموينية، حياة كريمة، كل هذه المبادرات بالإضافة للإسكان الاجتماعي، كل يا فندم ده حكاية كبيرة. فأصبح الاقتصاد بتاعنا بنحاول نخليه أكثر إنصافا زي ما هو أكثر صلابة ومرونة، عشان يكون أكثر مرونة القطاع الخاص. حضراتكم إحنا يعني الحكومة عاملة حسابها، والحكومات يعني ما بقولش الحكومة الحالية، وفي القادم هيبقى القطاع الخاص هو اللي هيقود عمليه التنميه الحكوميه. ده الرئيس بينادي بيقول حضرتك الجميع يشتغل، عايز القطاع الخاص يخش يشتغل ويشيل. عشان كده حضراتكم في عمليه الاعتمادات المستنديه البنك المركزي ما يقدرش يعمل حوار مجتمعي زي ما يقدرش، والسياسه الناديه رفع السقف ده تبقى ده احنا بنعمل، كنا في مجلس الاداره بنعمل لجنه السياسات النقديه، لجنه السياسه كل 6 أسابيع بتجتمع، بيبقى الاجتماع بيبدا ما حدش يعرف حاجه خالص، اللجنه كلها منعزله وبتتكلم عن كل ما يتعلق بالعالم وفي الاقاليم اللي حوالينا وداخل مصر، والقرار بيطلع يعني في سريه تامه. نفس القصه بالنسبه للقرار، البنك المركزي اصله يعني في حساسيه كبيره ومستقل تماما، لكن يتناغم مع الحكومه وينسق مع الحكومه. بيحضرني ان اقول ان البنك المركزي دعم الصناعه ب5% ل8% توجيهات القيادة السياسية كانت دايما للتنمية المستدامة اللي هي الصناعة، وهو فوق صانع السياسة لا ينظر لمصلحة طرف أو فصيل، لا يبحث لمصلحة الدولة مصلحة البلد. يعني البنك المركزي تحمل دكتورة منى عداد علي علشان هذا. استكمل بقى حتة صغيرة بإذن الدكتورة منى، انه كمان على قد ما يكون اكثر صلابة ويبقى اكثر مرونة واكثر انصافا يبقى يكون اكثر ذكاء. الرقمنة بقى احنا فبالتالي الرقمنه موجوده، الحكومه ادت مثل في الرقمنه. الحاجه الاخيره ان اقتصادنا يكون اكثر اضرارا، نبص بقى لايه حياه كريمه، يبقى تبطين الترع والصرف الصحي ده يبقى صديق للبيئه، زائد بنبان اللي هو الطاقه الجديده. فاحنا شغالين يعني اللي اقصده انا شايف مصر ماشيه حلو، مشروع اقتصادي مصري يعني لا يجب ان يتوقف، في خريطه الطريق صح لا يجب ان يتوقف، زي ما الدكتور ربنا قال لن نسمح لاحد ان هو يستخدم الفيتو لايقاف هذا المشروع، لازم ندفع للامام. يعني هي بس كلمه اخيره، ان احنا من ضمن المردود السلع الرديئه اللي احنا بنرفع المعايير اللي احنا هنستقبل بيها السلع دي، حاجه احنا شغالين عليها. السوق بتاعتنا مشهوره ان هي بلا حرمه يا فندم، وملتزمين ان احنا ان شاء الله في شهر مارس ان احنا نكون خلاص المعايير موجوده ومتميكنه وبشغاله على المنظومه عندنا، ايه اللي هيدخل وايه اللي بيدخل السوق عندنا في لاولادنا وللشعب كله، فدي حاجه هتتغير كتير. يعني الاستاذ هاني عايز هو الحقيقه بس يعني تعقيب على الدكتور فخري في ان بنتكلم على البنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري قام بدور وطني كبير جدا منذ ان اندلعت ازمه كورونا. عدد المبادرات اللي قدمها البنك المركزي في لعده قطاعات اقتصاديه مبادرات كبيره جدا، سواء في قطاع السياحه، المصانع المتعثره، تأجيل سداد الالتزامات، هذا يعني لا يقلل على يعني ما يتم مناقشته. رأيته في تحرير سعر الصرف في المركز، مين اللي كان ياخذ هذا القرار؟ بقى قرار جريء جدا ويعني اتى بثماره الجيده. برضه عشان التاريخ انا بقول القياده السياسيه اللي خدت هذا القرار رغم اعتراض الكثيرين، الا انه كان قرار واضح. لما سأل البنك المركزي قال مفيش حل، صح يا فندم، قال لهم انا باخد القرار وبشيله واللي يحصل يحصل. انا معك دكتور. استاذ هاني خلصت؟ انا يعني يمكن هنهي بس النقطه دي، ان احنا بنساند يعني احنا كمجتمع وكمصرفيين وحتى يعني منظمات الاعمال، اعتقد احنا كلنا كواجب وطني ان احنا بنساند ونلتف حول القياده السياسيه وبنلتف حول صانعي القرار، لان هم امامهم الرؤيه صحيح. واضحه والارقام واضحه صحيح. واكيد في يعني لهم اهداف استراتيجيه ترتبط برؤيه مصر 2030 وتحقيقها. الحقيقه انا عايزه اقول بس جمله واحده، ان احنا شايفين ويمكن الشعب المصري بدأ يحس إن الجمهورية الجديدة
حقيقة وواقع مأمول وليس ترند. أخيرا الدكتور منعم سعيد كالعادة يعني يجمل لنا يعني مخرجات هذا الحوار. يعني كما العادة في البرنامج المشهد عندنا يعني كثير من القادرون والقادرات على أن هم يقدموا نقاش حوالين موضوع بالغ التعقيد تجتمع له مؤسسات دولية كبرى وشركات كبرى ويمر بأمور جيوسياسية وجيوستراتيجية وجيواقتصادية في نفس الوقت. التعقيد والتركيب واضح أنه بيواجه برؤية مصرية للتعامل به مش النهاردة ومع هذه الأزمة لكن مع الفترات اللي فاتت. احنا لن ننسى ان احنا في وقت من الاوقات كان معدل التضخم وصل ل 34% في احد صحيح 17 اعتقد في عام 17 ده كان تحدي كبير جدا وقاسي وجرى التعامل معه ليس تجوز الى اذا ان قلنا الموضوع الاقتصادي معقد ومركب من امور كثيره. لفت نظري في الدوله الاخيره هذه من الحديث اقتراح اعتقد انه بالغ الاهميه او التنويه وهو في عندما يكون النظام العالمي في حاله اضطراب كبير وعندما يكون هناك يعني دوله تريد ان تنقذ نفسها من هذا الجهيد عاده الحلول الاقليميه بتبقى مهمه. يعني انا اعتقد ان هناك حركه يعني اصلاحيه موجوده في كثير من البلدان العربيه كثير منهم بيمر بنفس التجربة التي نمر فيها في المغرب في السعودية في عدد من دول الخليج. أنا أعتقد أنه هو آن الأوان للحديث عن سوق إقليمية لأن السوق الإقليمية بتبقى أكثر تكاملاً أكثر قدرة على تفادي الأخطار اللي بتتم وفق منطق يعني نحن لم نشارك فيه كما هو واضح الآن في موضوع أوكرانيا. إنما الخطوط العريضة للإصلاح الاقتصادي لابد أن يستمر وفي قيل الرقمنة عملت شيء مهم جداً صحيح. في موضوع المواني وأنه المواني الجديدة في مصر الآن بتبدأ بداية صحيحة لأنها هتبدأ على يعني أرجل رقمية هتساعدها على أنها تكون مش مجرد علشان ننزل الواردات وأنها نطلع الصادرات واحيانا بنعيد التصدير زي ما موجود في اكثر من مثال له عباره يعني له وجود الان في مجال الطاقه وتسهيل الطاقه واعاده تصديرها الى اخره. نقطه انا عايز اقولها ان الارقام الاخيره بتقول فقط يعني فيها شيء يسر ان الحقيقه 72% من صادراتنا ما هياش غاز ونفط بس لانه عاده لما بنقول الرقم كذا يقول لك طب هو قد ايه غاز ونفط كما لو كان دي لا يعني انما هي الغاز والنفط طبعا من السلع مش المتداخله قوي مع المجتمع من حيث التشغيل وانما الصناعه والزراعه والتجاره والخدمات الى اخره. ده الامر الذي علينا ان احنا نستمر فيه والحوار اللي جاري الان بين نقطه مهمه في هذا البرنامج دكتور عمرو يا استاذ نشأت في الحديث عن البنك المركزي. انا لا ادعي ان انا فهمت قوي الخلاف عليه لكن انا متصور ان احنا نواجه هذا الموقف ان يكون دائما عندنا وجهات نظر وطنيه من زوايا مختلفه لان الاقتصاد كده يعني او الاقتصاد وامور الحياه حملت اوجه احيانا لكن طالما انه في حوار والحوار ده يتم من نافذة هذا البرنامج وبما فيه توضيح لنقاط هنا وتوضيح نقاط هناك اعتقد ان احنا يعني نقدر نقول ان احنا نهني اللي شاركوا في هذا الحوار وفي نفس الوقت يعني نتطلع الى انه هذا الموضوع وغيره يبقى بنفس الشجاعه التي جرى تناولها هنا. إن شاء الله. أنا بشكرك دكتور عبد المنعم وفي انتظارك في المشهد الأسبوع القادم بإذن الله تكون منورنا كالعادة في الاستوديو. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد. أعتقد أن احنا الوقت احنا خدنا وقت يبقى نص ساعة زيادة يمكن 40 دقيقة 40 دقيقة.
دكتور خالد شكرا لتشريفك دائما وهذه الشراكه الاستراتيجيه معنا. شكرا المهندس مجد الدين المنزلاوي، مشكورك جدا على تشريفك للمشهد وارائك الوطنيه، وان شاء الله بوعد حضرتك وبستاذن دكتور عمرو ودكتور خالد ان احنا نعمل حلقه عن اوجاع او متاعب او مطالب الصناعه الوطنيه. احنا عايزين صناعه وطنيه. تمام. قبل كده كنا على مدار عشرات السنين بندلل الصناعه الوطنيه وبنحميها علشان خاطر تنتشر وتتعمق وتتوطن. ده ما حصلش للاسف الشديد على مدار عشرات السنين، لكن ربما او لابد انه يحصل في هذا العصر. الاستاذ هاني ابو الفتوح شرفتنا، واعتقد انت يعني ظلمناك في الوقت، لكن ارائك كانت صائبه وحاسمه وفي توقيتها. الدكتوره منى ناصر شرفتينا طبعا. شكرا. ولكن عمرو كان بيقول لي انه لازم يكون فيه لقاء خاص بهذا الموضوع، الرقمنه في الحكومه المصريه، وحضرتك شرفينا وندي وقت اكبر للاثار الايجابيه على المواطن. انت قلتيها اجملتيها في سلع جيده وداعا للسلع الرديئه من اول مارس. بشكر حضرتك تشريفك لنا في المشهد. دكتوره وفاء علي شرفتينا بارائك المتفائله رغم سخونه المشهد العالمي بين اوكرانيا وبين روسيا وايضا اسعار الطاقه الملتهبه المشتعله. شرفتينا دكتوره وفاء. العزيز والصديق العزيز دكتور هشام ابراهيم مشرفنا ومنورنا بارائك المتفائله ايضا لكنها مبنيه على اسس علميه دقيقه. واخيرا وليس اخرا دكتور فخر الفقي الصديق العزيز والمتفائل دائما، متشكر جدا لتشريفك. شكرا لحضرتكم مره ثانيه، شكرا لحسن المتابعه. نلقاكم ان شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من المشهد، وبكرة بإذن الله كالعادة هكون أنا في رأي عام، لكن نشأتي يمكن هيغيب عننا بعض الوقت، لكن في يعني مواد، في مفاجأة بكرة، في مفاجأة بكرة في برنامج نشأت بالورقة والقلم. أدعوكم أنكم تتابعوا بكرة برنامج بالورقة والقلم لأنه في مفاجأة وفي سبق يعني إعلامي. شكرا وإلى اللقاء.